انا موجود دلوقتي قدام قريه الحجيرات. معلش لي ساعه بقى قاعد في المحافظه، بحاول اوقف تاكسي عشان يجيبني هنا الحجيرات. الموضوع صعب شويه، الاغلب مش عايز يجي، فلغايه ما لقيت تاكسي جابني هنا ان شاء الله. فاتمنى لو في حد من شباب الحجيرات متابعنا دلوقتي، انا واقف على المدخل، عايزين نيجي نقعد ساعة زمن في قرية الحجيرات، نتعرف على الناس الجميلة اللي موجودة هنا. فعشان انا وعدت برضو حلفت ان انا جاي قرية الحجيرات مخصوص، فياريت لو في حد، انا موجود هنا دلوقتي على مدخل البلد، فياريت لو في حد موجود يخش، انا هوقف على مدخل البلد لحد ما يجيني اي حد يدخلنا قرية الحجيرات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا خال، عامل ايه اخبارك؟ عامل ايه صحتك؟ عامل ايه حالك؟ الحمد لله تمام، الله يسلمك، الله يحفظك يا رب. تمام كيف؟ الحمد لله تمام والله. الله يخليك، ما انا جاي الحجيرات، فانا قلت لو في اي حد يجي يدخلنا قرية الحجيرات. والله انا جاي لاهل القرية. لا جايين على الله. الله يبارك في اصلك. لا الله يبارك في اصلك، هم حد يجي دلوقتي ياخذني من الحجيرات. متشكرين يا خالد، تسلم، بارك الله فيك، تسلم والله. اللي عملتوه معانا في الصمد ما شفناه في اي قريه ثانيه، ربنا يبارك لكم، تسلم والله ما حصل. اسمك كريم يا خالد؟ محمد مين؟ الله يحفظك يا عم محمد، بارك الله فيك يا خالد، تسلم، بارك الله فيك يا خالد محمد، تسلم يا خالد. لازم تحت؟ لا لا، انا حد هيجي من الشباب اللي متابعنا. جايين يعني؟ حد من الشباب اللي متابعنا هيجي يا خالد. تسلم يا خالد حبيبي، بارك الله فيك، تسلم، بارك الله فيك، تسلم. في حاجة مع جايين كده ياخذونا من قرية الحجيرات، في الحمار بتاعك فوقنا شغل بحث مباشر. طب تعال فضل معانا. طيب الله يحفظك، طب نزلوك. طيب تسلم، بارك الله فيك. هو في حد يجي ياخذنا دلوقتي؟ ماشي. طيب هو قدام الباب عندنا. تسلم، بارك الله فيك، ما نحن داخلين كده كده. ماشي بالمرة. طيب تعال. تسلم يا اصيل حبيبي، ربنا يبارك لك. انا بيتنا هنا، هنا انا الموقف هنا. ارجعوا ارجعوا له، خليكم معنا. لا تسلم، تفضل، عشان انا لسه حد هيجي من الجماعه. بارك الله فيك حبيبي، تسلم معنا. تسلم يا غالي، ده يزيدني الشرف والله. والله تركب معانا، يزيدني والله الشرف. احنا وردك حنزيدنا الشرف. انت منين؟ منين؟ الحجيرات. ايه؟ من الحجيرات او النجع؟ نجع ايه؟ نجع القبلي. نجع القبلي. تعال خش. تعال. اسمك كريم؟ محمود. محمود مين؟ محمود عبد ايه؟ محمود عبد المحسن شحات. يا مرحبا. بس يفضل شغال. حاضر. نعم. لا لا لا، ما فيش، احنا هنا هنا. ماشي. هنا يا رب، اكتب لي ده هو جوه. ماشي. انت بتسافر بالحمار صح؟ كم نجا في الحجيرات؟ بالراحة، بس امشي بالراحة، امشي بالراحة عشان الهواء. في كم نجح؟ أول نجح، نجحكم أنتم؟ النجح القبلي. الباشا هذيك بديتنا كان زحمة. الأشراف.
الحجيرات انا موجود هنا في نجع القبلي. نجع القبلي موجود في اول نجع هنا في الحجيرات. ربنا يبارك في اصلك يا ابو حبيبي، ربنا يعزك يا رب. فانا قاعد هنا شباب، اي حد من الحجيرات يجي ياخدنا ندعو الكل. تسلم يا خال، بنورك يا خال، لا يحفظك، بنورك يا خال، بارك الله فيك. تسلم. ما فيش مداخلات دلوقتي يا شباب. اسمك ايه يا عسل؟ اسمك ايه؟ خالد. مين؟ خالد مين؟ اسمك خالد مين؟ سنة كام؟ بص ولا سيبه، بص علي. سنة كام؟ سنة لسه دخلتش مدرسة؟ ليه؟ عند 4 سنين. اسمك ايه انت؟ محسن. محسن مين؟ محسن محمد. سنة كام محسن؟ سنة سادسة. ربنا يحفظك. تسلم يا خال، تسلم يا خال. تفضل خش. بسم الله. لا ده انا اللي تشرفت اني دخلت قريه الحجيرات، مش عشان اشوف الطريق. ما فيش حاجه. خش تعال. تعال. بسم الله يا ساتر. خش. بسم الله. السلام عليكم. مرحبا يا خال، عامل ايه؟ اخبارك؟ عامل ايه صحتك؟ اسمك كريم. ابو حسين محمد شحات. مرحبا بيك يا مرحبا. السلام عليكم. مرحبا يا خال، عامل ايه؟ اخبارك؟ عامل ايه صحتك؟ سيد احمد محمد خربطلي من اشرف جنة. يا مرحب بيك يا خال. يا مرحب يا خال. اسمك كريم. الحمد لله تمام. الحمد لله بسلامتك. الله يسلمك يا خال. اسمك كريم. ابو مصطفى. سجان سعيد. سجان سعيد. يا مرحب بيك يا خال. يا مرحب بيك في مصر الحجارات. تفضل. غدا اول. لا لسه متغدى يا خال، بارك الله فيك. شاي. شاي. مرحبا بيك. يا مرحب بيك يا خال، يا مرحب بيك. طالع من مصر. قال لي شهرين يا خال. شهرين. ما شاء الله. الله يحفظك يا رب. ماشي. قبل الاحتجار الاول. ماشي يا خال. لك شهرين ها؟ ليه شهرين؟ تفضل. من المنشاه محافظ السوهاج. ها؟ من المنشاه محافظ السوهاج. احسن ناس يا خال. انت الاحسن يا خال. يا خال. من المنشاه قريه اسمها البجيب الشيخ يوسف. يا مرحبا. وعدكم من العنبريه. العنبريه جارنا. جارنا؟ اه جارنا. طب هات الفلوس اللي عليك. اللي هي ايه؟ لا يا خال، رقبتنا سدادة. رقبتنا سدادة يا خال. وين جحشة؟ موجود في قنا. في قنا؟ امال انت جاي بعربية ولا؟ لا ركبت تاكسي وجيت. لا والله. ما تجيش بالعربية ما جيت انا الساعة 2:30 بالليل، الجماعة حبوا يدخلونا الحجرات، قلت لهم يا جماعة انا عايز اوصل قنا وبعد كده هرجع الحجرات تحت امرك. يا مرحبا بك. الله يبارك في اصلك. حمارة ولا تاكسي دي؟ دي يا خال. لا حمارة. لما يقولوا وصل مليون جنيه حمارة. لا وصلت 4 إلا ربع في جنيه. 4 مليون. 4 إلا ربع. ما شاء الله. طيب هي هي الهدف من التعارف يا خال، نتعرف على قرانا في كل محافظات ومراكز الصعيد. أيه. ننزل نشوفوها على ارض الواقع كده في البث المباشر. حجرات معدومه والله عظيم. انتوا دايما بيعملوا مسلسلات وافلام علينا ان احنا قتالين قتلة، ان احنا تجار مخدرات، ان احنا تجار سلاح. ان الجلابية دي لما توقف في اي مكان في الجيزة ولا في القاهرة ولا في اسكندرية لازم يوقف في الكمين، لان هو عنده خلفية ان انت مخالف. لازم يعني فيك حاجة كده ايه، لمؤاخذة خارجة على القانون. فانا عن نفسي الجلابية والأمة دي على طول من زمان تشرف بعاني منها.
فانا حبيت اقول لهم تعالوا شوفوا الصعيد من غير مسلسلات ولا افلام، شوفوه على البث المباشر. يعني لو في حاجه وحشه هتشوفوها، في حاجه زينه هتشوفوها. الحمد لله ربنا كرمنا، ما شفناش غير الناس الحلوه دوب من الجيزه لحد هنا. كم شهر طالع ليه؟ شهرين. حاجات انت بالحمارة دي عدت؟ لا لا يا خالي، هو كانت ماشية معي لحد سوهاج العربية، وبعد كده مع نفسي. الشنطة بتاعتها سيبها في المركز مثلا، ضيفني الحج هنا فاروح اجيب الشنطة من المكان اللي كنت متضايف فيه بعد ما اوصل بالحمارة بالعربية هنا. لا اركب اي عربية واجيب الشنطة بعد كده سيبها عند الحج هنا، امشي اخش جنة، بعد ما اقف وارتاح عند حد او هقعد في فندق ارجع اخذ الشنطه بتاعتي. موجوده عند جماعه في الاشراف في يعني برا كده. لا اي مدرحه من الليل ولا انا من ساعه ما دخلت المنيا ما قعدتش يعني مره او مرتين ثلاثه في فندق. عم تمشي كم كيلو بالحماره؟ من 25 30 كيلو تريه. يا مرحبا، يا مرحب بيك يا خال. عايزين نتعرف على قرية الحجارات، عرفونا عليها. والله قرية الحجارات قرية حلوة يعني، قرية كلها بس يا مدير أمن فيها كل حاجة بس يعني. لا يا عم أحمد دقيقة، ماش مدير أمن فيها نقطة ليش؟ فيها نقطة وفيها أمن وفيها أمان، بس ما فيها خدمات، ما فيها خدمات، خدمات ما في. طيب التعليم، نسبة التعليم فيها كام في المية؟ والله نسبة التعليم محتبرها معدومة، ما فيش حتى مدرسين، ما فيش متاجر المدارس، ما فيش مدرسين. فيها بس كلنا بقول دواعي أمنية، دواعي أمنية، ما في عندنا شيء بالدواعي الأمنية. يعني المدرس لما يجي أما يقعد ياخذ خطته ويجي والعيال تقعد على 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 الكلب، ما في حد ما يدرس. مش كلنا مع بعضينا، مش مع حد. الغريب ده بياجي ضيافته مالوش دعوة على الراس من فوق، احنا مشاكلنا مع بعضينا. يعني انت جاي من جيني، مش هقول لك من سوهاج ولا سيوط، وانا وده بص دامين مع بعض، ده يكون معك بالواجب الاول، بعد ما يكون معك بالواجب يجيبك عندك احترامه عشانك انت بالظبط. وتاخد واجب ده اللي عايزين نفهموه للناس، لان انا برضو انا وجاي واجهت صعوبه ان انا اوقف تاكسي يجيبني الحجرات. ما هم واخدين فكره الحجرات انه الحجرات فيها ضرب نار وفيها اللي برا، هي القرى مش هتطلع، هي القرى برا. احنا مدينا صوره وحشه انه إن عندنا مشاكلنا مع بعضينا، مع بعضينا احنا من داخل، ما في مشكله. بهاء العمده يا خالد، بهاء معك عيال؟ لا لسه ما اتجوزتش. لا ربنا يكرمك كده يتجوز. لا عمده انت تخش الحجرات في اي وقت، الله يبارك في الليل في النهار، الله يبارك، ما في حد يقول لك فينك يعني. الله يبارك عادي بقى، انت دخلت كده يا والناس عايش يجي يقول لك اتفضل. بالظبط، احنا اول ما قالوا لنا قلنا خليه يتفضل. حصل. انت اول ما دخلت لما اقول لك اتغديت قلت لي لا والله انا اتغديت. حصل. شاي ولا قهوه؟ قلت لي اي واحد من مرة الراجل يجي يقول لك اتفضل، او تبعت عايز تقول لا جيب الراجل الا محافظ الجنه بالذات يعني. الراجل جاي من القوصة وجاي من القاهرة بلد جنبيني. تمام، احنا واحد يعني دي. تمام، اي واحد غريب بياخد ضيافته، عارف الرشاشات شغالة والمتاجر كله يوقف عشان الله يبارك في اصلك، عشان هي ضيق مش عشانك انت. تمام، احنا مع بعض مشاكلنا مع بعض، ده اللي عايزين نفهمه. بس خدمات ما فيش، مفيش خدمات معدومة البلد، ما فيش. وبلدنا برضه فيها اعتبر وزراء، فيها ايه؟ بلدنا فيها مستشارين وفيها ضباط ووزارات. من ابناء القريه، من ابناء القريه الحجرات اكثر بلد عندنا مستشارين. يا عم كان في مدير امن القاهره من الحجرات، في عفان كان في مدير امن القاهره كان الحجرات. يا عم وسام الصغير من الحجرات كان مدير امن القاهره. تمام، وفي مستشارين وفيها في واحد من القضاء، رئيس محكمه النقد من الحجرات، مدعي العام الاشتراكي من محمد سعيد، محمد سعيد وعبد الباسط بيه برضه، وعبد الباسط بيه وقت التلفزيون ده، عبد الباسط بيه قاسم عندنا سلطان وزير. يعني بسم الله ما شاء الله، في ابناء قريه في احسن الاماكن وظائف، وفيها دكاتره حكوميه في البلد، في وظائف قليله، الوظائف احنا عندنا قليله. طيب المدارس اللي موجوده هنا ايه؟ عندنا الاعدادي وعندنا ابتدائي مقصره حتى، وعندنا مش ما فيش حد مكمل، وعندنا معهد، وبس اللي عندنا بس وين ما فيش المدرسين، ما فيش ثانوي،
لا ما في ثانوي، في ثانوي عندي ها ولا اعدادي، لا ما عندي لا ثانوي لا ما عندي لا ثانوي لا غير اعدادي ما عندي لا ثانوي احنا ما عندي لا سجارة في كذا في نجع كان لو حبيبي شوف شوف تجيبها من البلد من جوا لغايه الشارع على كده احنا بيوت ما عندنا خدمات لا عندنا ميه ولا عندنا نت ويعني ما في حتى الكهرباء انت الكهرباء عندنا الليل الليل ضعيفه ما عندنا كهرباء ما تشتغل يعني في يمكن 8 مواتير على 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 الكشافه والحرق ما يجيبش من سعر مفيش. ما يجيبوش ما فيش خدمات اليمين دول جابوا لنا كشاف اللي وديت ايه يركبوه ثاني يوم يتحرق بالسلامه ما حدش لما يجينا ثاني ما فيش خدمات. طب ما برضه ما بقول لحضرتك ما هم برضه شايفين في مشاكل كتير يا عم المشاكل هم المشاكل اللي هي المشاكل المشاكل لو في في لا لا الخدمات المشاكل ما فيش خدمات للبلد ما فيش مساجد تقول الحرام الحرام انا عندي مسجد لي كذا سنه بني كذا سنه بني ورحت داخل على اساس يجيبوا لك واحد يخطب ما في ما خايف يخش الله اكبر خايف تخش ما خايف تقبض ما في خايف يخش خايف تقبض ما تجيب يا محصل الكهرباء والميه ليه ما خايفش دي لما جاب وجاب فلوس اهو ما كان الناس تسرقوا يعني شمعني في القبض تاخذ وما خايفش لا هم ما تديش انا عارف اخذ وما تديش ما فيش عمده ما في خدمات عندي ما في خدمات تعليم ضعيف معانا دايما ان ما فيش لو في تعليم الناس تتنور تشوف المشاكل وبعدين يعني قرى يعني قرى معدومه احنا نفتح تحت السقف احنا بنولع بالصيار ليه واحد مقصر مقصر مننا احنا بنقول ايه والله يروح ابننا في عماره بدل ما تستنى المهريه او تقعد وما فيش موظف يعالجني او يخش طريقي ما في ما يحصل كده ما في تعليم احنا لما تعلمنا ليه قصير احنا عيب الصعايده في حاله واحده بس هي والعرب انت العلم لان العلم ما فيش نصبة جاية من البلد نفسها من الرئاسة يقول لك لا روح ادي له عمارة في الشيخ ما في ما تلاقيش حد يتعلم ما فيش تكليف يعني واحد بتاع مجلس وواحد بتاع يقول لك مش تكليف ما في تكليف تيجي الحكومة تيجي تسيب الناس اللي بتاعت المشاكل والناس بتاعت المخدرات تروح للناس يكون ناس قاعدة وناس آمنة وناس في بيوت ملهاش تنزل تتعب عزيز ولا أي حاجة ياخده كويس ويسيب العيش كويس هيدفع ما في طيب خلينا في موضوع ميراث البنت في الدين بتورثوا البنات دين هنا ولا بتردوهم على شارع ربنا ولا بتردوهم لا شارع ربنا مش كل الناس ايوه كم في المية بقى بيورث دين والله مش كل يعني بس بعدك عبد محمد بص يا شيخ صل على النبي عليه الصلاه والسلام انا من الغوص الاشرف البحريه انا عمتي مورثه ثلاث بيوت ورثت ثلاث بيوت من ابويا ورث البنات ونص واخر مخيله بنوهم على ربع بلاد تاني ورث اربع بيوت عمتي وبنات ونص عايز اخدهم من الارض تاني لما ورثينهم لما يديلهم حقهم الست بتاخد حقها احنا عندنا في قرى ناتن ما تدي عم تدي في رضا ايوه ما انا بتكلم بس مش كل الناس كان في تعرف ربنا اما تدي الحق زي ما قال الشرع كم في المية يعني يا عمي والله ممكن 80% ما في حاجه برضه ابو حسين بالنسبه لاختي ولا كان ده انت اختك انها طبعا مربايه معاك ومش منقصها اي حاجه هي عايزه اي حاجه قبلها من عندك مش عايزه تخسرك يعني والشرع ربنا موجود هتاخديه طبعا هي واخده اكتر من اللي هتاخده مش عايزه ايه تعلق معاك مثلا تقول له حقي وبتاع ابوي وبتاع عمي اللي ما ترضاه اللي بتديهولها بتاخده معنى ليه؟ ما انا مش عامل معاك واجب اما تدور على كلامك انت ما تقول انا عايز حقي لك انت واخد طاقتك هنا بيت مثلا وهي متجوزه وادوب البيت هتمن ولا هي تاجي هي ودوسه تقعد في البيت مش كل الناس حضرتك في البدايه انت كنت قاعد في الخليج انا قاعد في الخليج 24 سنه ما عشان كده اغلب التعليقات بيقول الحاج محمد ده كان عايش في الخليج لا انا عايش ل 24 سنه في الكويت عشان اللهجه لا انا عايش ل 24 سنه اغلب ابناء الحجيرات بيروحوا دول ايه السعوديه والكويت وقطر مين جميع دول الخليج مشكل
اغلبها على الخارج. اي خارج. احنا نبص مرة منكم انتم الساجين كلها في الكويت. اي حسن. اي اكثر احنا كنا في الكويت. وفي في السعودية. وفي الاحليفي. بس عندنا شباب حلو. شباب يعرف الواجب. شباب زين. احنا بس. احنا محافظة جينا. احنا مقولين. محافظة جينا مشهورة على كل المحافظات. يعني انا ناخد واحد من اي محافظة. بخش في اي مكان. قول من جينا قول فضل. سؤال بس عشان هو مساعد. انت انت اخذت من المحافظات. لا هو ادرى. انت جاي من المحافظات جاي من اين؟ جاي من الجيزه. من الجيزه؟ بادئ من الجيزه. انت ادرى عشان ما نقولوش سهاد ولا جينا احنا كنا ولا اسيوط. كل ما تقبل كل ما هتلقى ابو الكرم. حصل. وابو الضياف. حصل. تمام؟ دي حقيقه. وكل ما شوف احنا في محافظه جينا كلها مش شكرانية بس الحجرات. احنا ابو الكرم. الحجرات احنا ابو الكرم. مش هينفع اشكر فيك. وكل مش محمد انت لما تروح في اي مكان تقول انا في الحجرات رحت الحجرات. كله يقول لك هو اللي يحكم. واي موظف لما يخش عندنا ها الفجر ما يغلي. انت طيب ما ليه المدرسين ما بتفضلش قاعده طيب لما هو اللي يكون موظف؟ يقول لك مخافه. بس حاليا ما عندناش حاجه يعني عندنا الامور هاديه وامور كويسه وطيبه. ما في مشاكل زي الاول. الكلام ده الاول. دورك انت لما خشيت حجبها البواب في حد قبلك قال لك انت مش منين؟ لا كله يقول لي اتفضل تعال معانا. لا ما عارفينك منين؟ يعني مدرسين. انت جيت بتاكسي لغايه هنا؟ لا تاكسي لغايه البوابه. واحنا ونزلت من البوابه وفتحت البث المباشر. الله يبارك في اصلك. انت ما تتلقحش معاك. الله يبارك في اصلك. اما بالظبط. وانت داخل. احنا هنيجي على الله. حد كان عارفه؟ لا. الله يديك لك. قال لك كله اتفضل. حصل. من اصغر شاب موجود هنا لاكبر واحد يعني بسم الله ما شاء الله. ممكن يشافوك على النت ولا حاجه. حصل. احنا ما شفناكش. حصل. تمام. يا مرحبا بك. الله يبارك في اصلك. الله يحفظك يا رب. في ناس كده بتحلل يقول لك عشان هو بيعمل تلقوه. لا احنا ما تلقوا اي حد. وفيها بص فيها كتل فيها مخدرات فيها تجار فيها جميع كل حاجه. ليه الناس طيب هي كده؟ ليه انت تقول ليه الناس لما تتاجر في مخدرات وتتاجر في شيء ليه؟ مع الجن. مع الجن. يعني ما في وظائف ما في حد ما في حد متراعي الحجرات. الحاجات دي ما تلقينوش ما في حد متراعي الحجرات يا استاذ. احنا الميه اللي عندنا الميه زي الزفت. الميه اللي بنشربوها دي والله ميه زي الزفت. من الترعه اللي عندك. من الترعه عم يحللوا ويرموا البلد. انا من واحد الناس حاليا لما ادفع فلوس للكهرباء وادفع لشيء حاليا ما عندي ميه. ما فيش. الخمسه اللي يقولوا لي هنجيب لكم ميه. ما فيش نائب مسكنا من هنا وجعنا انا اجيب لكم الميه حلوه. النائب مين بقى هنا؟ اي نائب عاد. لا مين حاليا النائب؟ احنا نائب عندنا نائب عندنا الدائره. ايوه ما انت دائره الحجارات تختص ب سمير ابو الحجاج اللي مسك مبارك ابو الحجاج ريح. الثاني مبارك بتاع الجبل. العمده مبارك من جبل مبارك. هو المسؤول عن دائرته الحجيرات. هو تبع في دائرته. ايوه تبع الدائره. هو تبع دائره جيني. النائب اسمه العمده مبارك. العمده مبارك. هو النائب بس الدائره. اي قبلوك انت في الجبلات. اقول لك لازم تشكروا فيه رجل العمده مبارك. سمعت محمد مصطفى كله تبع المركز. فالناس اللي دينا طيب الناس تبع المركز. طيب النواب دول الانتخابات كانت لسه من فتره قليله يعني عندنا فيش. واحد نازل عندنا وما نجحش محمد حسن. طيب النواب اللي نجحوا ما وعدوش قريه الحجيرات بحاجه. بس عمدي انت عارف النواب لما يوعدوا يقول لك احنا هنعمل البلد والشبكه قطعت وخلاص يا اخوه ياخذ الكرسي خلاص سلامتك. الشبكه قطعت يا مو سهل. بس ياخذ حاله. هو انتم مش تبع ولا العم؟ تبع ولا العم؟ ولا العم احنا. كانت برضه محمد سعيد الدويكي برضه. الدويكي خد الدايره هنيك وما عملش ولا حاجه ولا شيء. خد منه راجل ما وطلع ما حد شافه. هو اسمه دويكي. ايه الدويكي بتاع الجزيره ما عمل ولا شيء ولا سوى اي شيء لحد. اي نايب هياخذ دورته وينام. كل واحد لما يجي ياخذ هيقوم في بيته كده هيقعد على الدكه. وهي رتبه برضه هيقعد على الدكه برضه. طيب العائلات المتناحره مع بعضيها حابه فكره الصلح ولا هي ما موضوع الصلح؟ في اللي حابب وفي دي ماشي يعني. يا باشا اتفضل. هو اهم حاجه الامن. الامن لما يشد
غصبا عن كل واحد يمشي عدل. الامن اهم حاجه. الامن انت مصمم ليها على رايك يا عائله، ما انت مش مديني حقي. اي جيد هي لازم يكون في لجنه قام واللجنه ناس محترمه. طب قول لي انت اللجنه الناجحه تتكون من ايه وتنجح اللجنه دي في المصالحه؟ بص هقول لك انا عندي. اتفضل. لجنه المصالحات دي بتكون من كل عيله نفر، من كل عيله نفر. طب كثير العائلات اجي مثلا نجح الحجارات دي مثلا حوالي 53 عيله. 53 عيله ده هيمشوا اللجنه كلهم 53 عيله؟ لا. ها؟ لا. في الفنة يعني ممكن 10 لجنة حكام 12 في الباقي مثلا يبقى قاعد. أنا عايزك توصف لي لجنة تقدر فعلا لو اللجنة تكونت من الأشخاص دي تقدر تحل ما بين العائلات، تقدر تحل أي مشكلة. بقول لك العشرة مش هيحلوا إلا أنت. مين من عائلة مين؟ أنت من عائلة واطية أنت عشان تجي تحل علي. تمام. يبقى معنى أنا لما أقول لك أنت من كل عائلة نفر ونحضر ونقول مع بعض ونقعدوا زين، وحكمت على أي حاجة ده يقول لي عيبته حصل 1 2 3، ده يقول لي عيبته حصل 1 2 3. لكن أنا كون نفسي من عائلة ناس سليم أو ده من القواضي. في اللي قابله من ولد عم مش هيقبله هو ده يبقى كبير عليه. وفي من ناس انا مش هيقبلون ان انا كبير عليهم. تمام. يبقى العائلات دي بيجي واحد من العائله يقول لك معاك فلان عندك خالد. قولنا احنا ايه في لجنه حكام بناء عليه احنا قعدنا حكمنا مثلا في عائله اثنين. تمام. فلان دلوقتي فلان كذا لجنة واثنين وثلاثة تصلح يبقى عامله من حساب ده الناس دي بتحكي الصح ما مش ميميله مع حد. لكن دلوقتي عشان انا شمال مش هخلي لجنة ده فلان ده حوله ابن كان ده راجل ده يده من تحت ده بياكل. طب لو كوننا لجنة من برا برضه بقول انا اللي همشي. ايه؟ دلوقتي انت داخل بلدنا بتقول لي يا ابو حسين اقول لك ده فيه في الحطام ورجل كذلك الامر يدي رحت برضه لابو حسين بيقول لك السجان سعيد ده فيهم وفي الحطام. طب اقول لحضرتك حاجه، لو كوننا لجنه يراسها مثلا شيخ الازهر، مثلا شيخ الازهر دكتور احمد الطيب جميل، وحد من وزاره الداخليه جميل، وحد من تابع لرئاسه الجمهوريه هنقوله مندوب من رئاسة الجمهورية جميل، وحد من أعضاء مجلس النواب اللي مشهود ليهم بالنزاهة. تفضل يا خالد. ده أنا اقتراح بقترحه عليك بس. تفضل. ثلاثة دلوقتي أنا جاي أقدر أحكم على بيتك؟ لا حدش أحكم على حد. يبقى كبير بيتك اللي تحكم على بيتك. يبقى تجيني تحكي تعرف عيلتك عارفينك بطريقه صح. ما جميل، ما انا هقول اللي حضرتك هتتكلم فيه ان هو واحد من كل عيله ده جميل، بس دي اللي هو اللجنه موسعه. انا هكلمك في الاول والاخر اللجنه الموسعه دي هتوصل لمين؟ هتوصل للي هم ايه؟ اللجنه اللي هي تخلص زي مثلا شيخ الازهر، حد من وزاره الداخليه. انت دخلت الشيخ بعد 20 سنه يا فاهمني؟ ها؟ لا تتمنى عمري. اهم حاجه الدخليل، اهم شيء الاول والاخر الدخليل. لو شدت الدخليل الصالح على البلد. من دخلت الشيخ بعد كده 20 سنه معاهم قعدوا كفر الشيخ. كفر الشيخ كفر اي هي اسمه كفر الشيخ. لا 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 عشان هو عماره ضعيف. لا 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 بلاش نتدخل في المواضيع دي، الناس كلها على دماغنا. بلاش نتكلم في المواضيع. لا عايز اوصل. لا لا راجل هو بيقول لي اياه اجيب الشيخ الازهر والشيخ ده يحكم مثلا ويقعد. لا اكيد هو لو في يعني اسمع لو في شيخ الازهر وفي ناس يعني وفي خطب يعني تغير من حال الناس ومن وضع الناس عشان احنا بعاد من ربنا. احنا لو ضربنا ربنا وعرفنا خلال الحرام اكيد هنغيره. اكيد احنا هنغيره.
اكيد انا وغيره لازم يكون في خطط. زين مش عارف. لا ما بس ياسر الشيخ الطيب ديته وقال الشيخ الطيب او دير الشيخ احمد الطيب شرقت كم شهر كده فيه من هو كان وزير المهم مش عايز اقول لك نخش في السياسه تمام. هو لازم بلدك ويا جد رايك من زهاج وحبيت تصلحنا انا ورايك بدو كلمه حق تمام لوجه الله تمام بيكون على طريق المركز تمام ايدنا تمام يعني احنا ما بصلحش حالنا من داخلنا مع بعض ما في حد يصلحنا لازم احنا نصلح من داخل بالظبط لازم النية تكون موجودة جواكم من داخلني لازم من جواكم ما كانتش النية موجودة من جواكم النبي لو جبنا رئيس الجمهورية ما تتحل أهم حاجة جواكم انتو احنا نعرفوا ايه من داخلنا نصطلحه احنا من داخلنا نصطلحه عشان ما نصطلحه يقول لك في بيتك انا ما بتقدرش حقاش انت نيتك يكون سليمة في بيتك ينفع انا اتدخل في بيتك لازم يكون النية سليمة بالظبط قريبة او قريبة احنا لازم نصطلح حالنا من داخلنا مش حقيقة. عشان الحاج بهذا جينا من مكان يجي يصلحنا طب ما احنا لازم نصطلح من الداخل مع بعض دي حقيقة ماشي وبعدين الداخلية مش كل واحد هنجيب له وراه عسكر يوظف قباله بالظبط يعني الداخلية تكفي كام بالظبط تكفي كام الداخلية تمام لازم احنا نصطلح حالنا من داخلنا طيب الجواز هنا في الحجيرات ميسرين الامور على الشباب ولا مصعبينها؟ والله مصعبينها ليه؟ يعني اللي يقول لك عايز 80,000 حلوان 80,000 ايه؟ حلوان ايه؟ ايه حلوان ده؟ حلوان العروس يعني مهرة والله شيء مهرة اي مهر يقول لك 80 اللي يقول لك 60 اللي يقول لك 50 والله كده يعني بتاخدوا مهر هنا في مهر بيبدا من كام والله بيبدا من 50,000 لحد كام في من 30,000 لحد كام لحد 100,000 لحد 100,000 جنيه ايه ده حلوان ايه اللي هو مهر العروسه مهر العروس اه بعد كده ايه طلبات ثانيه العروسه طبعا هو لما يجيبوا لها ذهب اهلها يجيبوا لها ذهب فوق ال 100 لا دولي. ازاي بقى نعم لا بخلص المكان أنا أقول لك أنا الله يبارك فيك يا خالد تشرفنا أنت من سهاج وجيت وراجل من معاك بالخير لا يحفظك يا خالد أنا لحالي النهاردة في ناس كثيرة حلوة برضو في البلد وكل بلد فيها استنى خلينا نخلص اللقاء أنا الراجل هنا أنا حكيت لك اللي عندي تمام وبتروح للطرف الثاني بيحكي لك أنت هنا يتحلل الكلام الكذب أو الصح وتتأكد هنا ايه يا دورة؟ شايفني مظلوم ولا مش مظلوم؟ انا اعتبرني انا راجل باشا ومعاك ومش قادر اعرف تمام؟ راجل باشا وجيت انت عشان الناس الجيدة يقول لك معلش انا جيت عليك عشان انت رايت ما تخربش بيتك طب انا ايه اللي جايب اللجنة؟ انا عايز تبين لي حاجة قدام الناس تجي تقول لها معلش عشان مش هخرب بيتك طيب ماشي يعني ديت يا ابو حسين ما خايفش على خراب بيته وانا اللي خايف انت اللي خايف ولا ما خايفش ها طب راجل ما ده ما حكتوش حاجه وانا معاه وراجل ديت كل ما يعيبوه كل ما هيكبر على مين على غيره تمام حجيبها تمام هنا يا ناس محترمه وتاجي وتحكي الغلطان ومش غلطان كله تمام ايز عليه بمشي البلد امشي بغرامة اعمل ادفع الغرامة ما دام اللجنة حكمت عليه بكذا نفذ الكلام يعني الحكم يمشي على الناس يمشي لما يكون في حبيبي لما يكون في لجنة الحكم وفي الداخلية وفي لازم كل ما هي في بلاد ماشية كده هي في بلاد مش لما تتدخل الداخلية نفسها مش لما تتدخل طب ببعت لك ايه؟ يعني. ما يبقى في لجنة واللجنة هو كده كده داخل على البلد اللجنة عم تحكم انا والله قلت لو حد عايزنا انا موجود اهو تحت امرك لا تحت امركم الله يكرمك الله يحفظك يا عمي انت لازم تخش البلد وتشوف وضع البلد انت تشوف احنا اعتبرنا تحت خط الفقر الله يبارك في اصلك احنا تحت خط الفقر بلدنا واحد الشيخ مصراوي ده بتاع الازهر مرحبا يا خال تعال اتفضل يا شيخ مصراوي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أستاذ لحظة أستاذ أنا أفتح السبيكر بس معاك قول له تعالى قول له تعالى لحظة خليك معايا قريب هو خليه يجي عرفنا بنفسك لو يا خال أنا الشيخ مصراوي إمام وخطيب المسجد الكبير بالحجيرات يا مرحب بيك
شرفتنا وانستنا، ولو ما دخلتش الحجارات كانك ما نزلتش بينا خالص. خلي حد يجي ياخذك بالمستشفى. فربنا يبارك فيك. اجيكم. لا لا احفظك. حد يجي ياخذنا عشان عاوز اقول كلمتين للمعلم بهاء. طيب انا هطلع لبرا عشان اسمع صوتك بس. انا اقول لك غير كلمتين، انا عاوز اقول مش اي حد يكون بالمغامره العظيمه دي اللي انت كنت بيها. تمام. فلازم يكون عندك طول بال اكثر واكثر واكثر، وانك انت تكون متوقع ان في ناس عايزه تظهر وتتشهر على 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 عليك، ومعلش انا الكلمه اللي نقولها على قفاك يعني. تمام تمام. فلازم انت تكون هي تكون الناس، خليك مع الناس المحترمه اللي متابعاك، فمش اي حد يقول لك كلمه تروح رادب عليه، لا انت تكون اكثر تماسك واعصابك قوية جدا، ولازم تتوقع انه كان هيحصل كده. تمام. فربنا يوفقك وان شاء الله موفق وبارك الله فيك، وانا لو في نصيب هجيكم دلوقتي. لا انا اجي لك يا شيخ. انت فين؟ انا في نجع جبارة. نجع يا خال؟ نجع جبارة. نجع جبارة. طيب انا عند محمد شحات نجع بوبس. ماشي. طب انا عايز اخش كده في النهار قبل ما الليل يليل، عايز اخش اصور القرية. الفرشة موجودة. هاي الفرشة. تعال. ماشي ماشي عمد بها. نجي جبارة. انا جاي لك. ماشي يا شيخنا تفضل. سلام عليكم. تعال تعال قول له تعال قول له تعال. واحد يشتغل يا جاي. سلام. وحد يا جاي اخده يا. لا انا كنت عايز اخش القرية بالموتوسيكل دلوقتي. تعال يا تعال تفضل. تفضل يا عمدي تفضل. تفضل. تفضل يا عمدي. تفضل تفضل تعال. تعال تفضل. الله يسلمك يا غالي. اسمك ايه؟ منينك؟ نحن على البس محمود نصيف. منين يا محمود؟ من نجد الحيرات. يا مرحب بيك. مرحب بيك يا غالي. تفضل. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. الشيخ بتاعنا الحد حسن عمران الداح. هات يا هاد مخدة. محمود صار صورة. هاد مخدة. اسمك ايه يا اسد؟ حمدة. منين يا حمدة؟ يا مرحبا بك. تعال حمدة. هاد مخدة. انا بقول لك يا عشان تكون لو عم نحن. السلامة. الله يسلمك يا غالي حبيبي. نوار. تسلم يا غالي. جاي مسك ولا تاخد قاعدتك واخدك على المنظر؟ لا انا عايز بالنهار اصور القرية. لو ينفع تبي تلاتي. لا يا خال تسلم، ده انا معايا مشوار بالليل في الجنة. ها انا قلت الحق بس اخش قرية الحجارة دلوقتي. نودوك البلد داخل. الله يبارك في اصلك. وتشوف البلد وتشوف الوضع البلد. يا ريت لو تقدر حد ياخدني الوضع البلد يعني. تعالى بيروح وخلي الشيخ مسراوي يقعد. ماشي خلاص ماشي. بس الراجل اللي جاي راجل قريب معاك انا. ليه تعال روح معاك. طب هات لي شاشه. لا سنان عند المنظر عندي. هات لي شاشه وانا اخذك في عربيتي. يلا الله يبارك في وصلك. عم احمد خليك على مجيب متراحك. ها الله يبارك في وصلك. هات لي شاشه اللي جوا. الله يبارك لك. هات لي سجاير اللي جوا. ما كمل لي موضوع الجواز. موضوع جواز الذهب بقى بيبدا من كام لكام؟ الجواز ابو العروسي ياخذ 60 70 80 الف ده في الذهب. هاي اما يروح يدفع عليها زياده ويروح يجيب بها ده. ويكتب قايمه بنتين. يكتب قايمه. يكتب قايمه بالمبلغ يعني الذهب. وحلوان ما هو الحلوان هو اما يجيب بيد اما يجيب هو الحلوان. ده يا شيخ هات هو الحلوان. هو الحلوان. هو الحلوان دي هو يجيب بيه ذهب. يجيب بيه ذهب يعني ياخذه ويجيب عليه ذهب ويزيده ده غير العفش. طبعا في شباب في شباب يعني في ناس عم تعاني من كده يعني من موضوع اي الناس عم تعاني. في ناس عم الشباب عم تعاني يعني في ناس مش قدرة 70 و80 اللي معاها 4 عيال والخمس عيال دول هيجيب منين يعني. كان معاه عيل كمان عايز يجهز له شقة دلوقتي ما في عيل لما يتزوج يعني كده وبس شقة غرفتين وصالة ومجهزة ونسق له بارد وسيراميك ويعني يعني مصاريف. وانت شايف حال البلد يعني حال شباب البلد مش متوظف. احنا اقل بلد في الوظائف. احنا اقل بلد في الوظائف. مفيش وظائف عندنا. الشاب يتكلف له كام في جوازته؟ يعني ممكن يكلف 250 الف. والبنت مصاريف جوازها يكلف كام؟ والله حسب اهلي يعني لما يدفعوا لها المهر ممكن يدفع 80 الف ممكن يجيب 50 فوقيهم قدام ممكن يجيب 80 يعني فوقيهم. بنتك ممكن تكلفها كام في جوازتك؟ والله انا اقول لك يعني حسب. ما انا اقول لك المتوسط. المتوسط يعني بيصرف على بنته في جوازها كام؟ ممكن تكلف 50 الف البنت في جوازتها. اذا هنا العبء كله على الشاب.
العريس. اكيد على العريس. طول ما البنت بتكلف 50 يبقى الشاب هو شايل الطين بقى. ايوه هو الشاب اللي مسكين اللي واكل هواء. هو اللي واكل. طب ليه ما بيصروش الجواز على الشباب؟ والله التيسير ديتي من الله ومن ابو العريس وابو العروسه. افصل النت ويلا بينا كده. لا ما يفصلش هو. لا هو شغال شغال شغال. يلا احنا نطلع بالدعم يا سجاد. ايه يا خال؟ ايه يا خال؟ عاوزين الابن عروس هاني احمد محمد خربطلي جاهز كل حاجه. اي عاوزين العروس. عايزين العروس اللي عندنا. اي مرحبا شباب. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. اخبارك؟ تمام. اسمك كريم؟ محمود عبد العاط احمد عبد. يا مرحب. منين؟ من الحجيرات. نجا. ايه نجا اثنان. يا مرحب بيك يا خال. يا مرحب استاذنا. عامل ايه؟ اخبارك؟ اسمك كريم؟ احمد حمد الصيد. منين يا عم؟ الحجيرات. نجح. نجحت معك. يا مرحب بيك. يا مرحب يا شباب. نورت الدنيا. بسم الله ما شاء الله. ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. تمام تمام والله. وايه اخبار الحجيرات على حسكم؟ كله تمام الحمد لله. مصرين امور الجواز عليكم ولا مصعبينها؟ لا مصعبينها. ليه كده؟ المهر غالي. المهر اللي هو الحلوان. الحلوان من كام يعني؟ في من 50 وانت طالع لغايه 85 100 كل واحد حسب مدته. طبعا الجواز بيخلي الغلبان او الدخل المتوسط او الغني بينظف البيت. ماشي يا خال. استاذنكم يا شباب ونخش القريه دي. بسم الله. مرحبا يا خال. زي ما انت. زي ما انت يا خال. عامل ايه حبيبي؟ اخبارك؟ عامل ايه سعدك؟ عامل ايه حالك؟ اخبارك؟ الله يحفظك يا رب. اسمك كريم يا خال. سيف الدين بجيلاني. مرحب بيك. من الحجيرات؟ من الحجيرات من العبارة. يا مرحب بيك يا خال. مرحبا يا خال. الله يحفظك. اللي ما جاش الحجيرات وخايف يغش اقول له يا خال. قول ايه؟ لا اله الا الله يا ريس. طلع على النبي والله العظيم اكرم بلد واحسن بلد في محافظه قنا باكملي. الله يبارك لك. انت هذيك شفت جميع البلاد والله. البلاد كلها زينه والناس زين. والوحش يقول لك هو البلاد كلها وحش. حقيقة والله يا ولد العم. ده حقيقة. ربنا شرفتنا وشرفنا وشوف الدنيا كلها وشوف الناس. الله يحفظك يا رب. شرفتنا بالعم والله. يا مرحبا. سلم على الشباب. عامل ايه اخبارك؟ سلم على العمدة. يا مرحبا. ماشي يا خال. ماشي يا خال استاذ. اخش جوا في البلد ده ان شاء الله. اخش جوا شوف. مرحبا شباب. عامل ايه؟ بارك الحمد لله بالسلامة. بارك الله يسلمك. اخبار؟ اسمك كريم؟ عدد عبد الرحيم. منين؟ من الحجيرات. نجا ايه؟ يقول له النجا دي. يا مرحب. اسمك كريم؟ مرحب. زجاعد هشام. هشام مين؟ هشام عباس. منين يا هشام؟ نجا عثمان. نجا القبلي. يا مرحب بيك يا شباب. يا مرحبا. الله يبارك في راسك. منوره بشبابها والله. بسم الله ما شاء الله عليكم. الله يحفظك يا رب. استاذنكم وخشوا جوا كده. تفضل. يلا يا عمده. يلا يا عمده. معاك يا خال. ايه يا خال؟ ايه؟ نجيبوا ميه من جنيه. والله ما نشتروا ميه بالجراكن. عم نشتروا ميه بالجراكن. والله ما نشتروا ميه بالجراكن. نشوف القصه دي جوه. والله ما نشتروا ميه بالجراكن. هتروح تشوف الميه المعفنه جوه. السكه الحديد محطم الموزين. طب تعال نشوف جوه. بسم الله. ما جابوش الشاشه ابيض. بسم الله. في تصوير زي التلفزيون. اشغل لك المكيف؟ لا 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 مش محتاج. لا لا مش محتاج. ازيك يا خال؟ عامل ايه اخبارك؟ تمام. اسمك ايه؟ صلاح. يا مرحبا ام صلاح. واقفه ما في الشغل. ايه جرارات؟ ايه كله واقف. بسم الله ما شاء الله. انت شغال في الخليج ولا شغال هنا ولا شغال في بالظبط؟ في الخليج. الله اكبر. هنا عم اجي جاي عم اجي في شاجد جاي بشهر وجات الكويت سكرت وديني لسه منتظر على ما تفتح الكويت. انا مش مقعد يعني. الله يديك الصحه. مش مقعد في البلد. الله يديكم الصحه. دول ناس غانم. يا مرحبا ناس غانم. يا مرحبا ان شاء الله. هذا دول ناس غانم. دول اول ناس يجي. الله يحفظهم ويكرم مصلحتهم. سوالف داول الحجارات دي اكيد هي الناس اللي بانيه على الشارع. شفت البيوت دي كلها ما فيهاش ميه حلوه. مرحبا يا غالي. مرحبا. البيوت دي كلها ما فيهاش ميه حلوه ولا فيهاش نت. البيوت دي كلها لا فيها ميه حلوه ولا فيها نت. مرحبا يا شباب. يا مرحبا يا شباب. يا مرحبا يا خال. صور صور. بسم الله.
مرحبا خال، عامل ايه اخبارك؟ الله يسلمك. اسمك كريم. عبد عبد الحميد يا باشا. منين عبد الحميد؟ الحجرات يا باشا. ايه اللي ما جاش الحجرات تقول له ايه؟ لا نقول له انه ما شافش اي حاجه والله. والله. والله العظيم. او اللي خايف يخشها. لا ربنا طيب اقسم بالله يعني ما يغركش المنظر والله. مرحب بالشباب يا مرحب بالرجاله بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لكم الله يحفظكم. الله يحفظكم والله يا رجاله يا مرحب. يا مرحب يا شباب يا مرحب يا رجال. يا مرحب والله منور بناسها والله بسم الله ما شاء الله عليكم. ربنا يزيدكم ويحفظكم تفضل يا شباب. عشان الحق بس قبل الشمس ما تروح. ماشي يا شباب انا موجود هنا يعني. الله يسلمك يا اصيل. بنورك يا خال. ازيك يا خال عامل ايه اخبارك عامل ايه صحتك يا مرحب الشباب يا مرحب بالناس الحلوه بسم الله ما شاء الله. والله الحجرات منوره بيكم والله منوره بيكم بسم الله ما شاء الله. الله اكبر عليكم. بسم الله ما شاء الله تفضل يا خال ادرك يا مرحب يا مرحب منوره بيكم والله. استاذنكم يا شباب عشان الحق بالنهار الله يبارك لكم. تسلم يا شباب. عمده عمده مرحبا 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 منوره بيكم والله يا رجاله منوره بيكم يا خال. ابات البلد يا ابو حسين. ابات ما يا ابو ابات البلد عزيز ابات البلد عز ميه شعار العمده بها العمده بها العمده بها صدق. مرحبا يا خال يا مرحبا يا خال يا مرحبا. بسم الله ما شاء الله والله بلد جميله بسم الله ما شاء الله عليهم ناس جميله هنا. بس اللفه دي لفه الشيخ الحاج حسن عمنان الداح السيد احمد ابو الطيب تبعنا. مرحبا يا خال. يا عمده يا خال السيد احمد ابو الطيب ادريسي تبعنا. احنا عيال سيدي احمد ادريس حجي حسن عمران الدح. مرحبا بالرجال يا مرحبا يا شباب يا مرحبا يا خال. شوف الناس اما تبيع الناس مترزق الله. مرحبا يا خال اسلم خش. الو والله جاي جاي. مرحبا يا خال يا مرحبا. والله عاد ما نشوف الطريق عاد زي ما ترسل. دي في دكتور هناك يا دكتور هذا خلاص بس عشان الصوت العربية ماشي يا شباب تفضل. دي نجعة إتمام. ده نجعة إتمام. ايوه مرحبا يا حجي بهام ليه يا خال. مرحبا يا شباب منور بيكم والله بسم الله ما شاء الله. مرحبا يا خال يا مرحبا يا مرحبا. انت تاخذ لفتك وداي بيت عنديني الله يبارك فيك. بكره انا معاك اخلص القعد عشان هطلع من عندك كذا ان شاء الله. انا معاك اخلص اللفه واطلع معاك نمشي بقى. خلاص مرحبا يا خال عامليه تمام يا غالي بارك الله فيك. تسلم يا خال. انا قاعد هنا قاعد هتسلم هنشربوه مع بعض. حاضر ماشي يا خال ان شاء الله. هذه الحجرات بسم الله ما شاء الله عليه. ده بيت محمد عبد الرحيم يا مرحبا بالتاو يا مرحبا. السلام عليكم يا مرحبا يا خال يا مرحبا. مرحبا يا خال. مرحبا يا خال يا مرحبا يا مرحبا. رايحين اهو جوا البلد عند الشيخ نفسه. ايه يا خال؟ سلم على الشباب. لا نسلم ده حيزيدنا الشرف بعد اذنك يا خال. بسم الله.
المدرسين هنا المدرسين. ده احنا لنا الشرف. الله يخليك. مرحبا. يا مرحبا يا خال، عامل ايه اخبارك؟ اسمك كريم. ابراهيم. يا مرحبا عم ابراهيم. مرحبا يا خال، عامل ايه حالك؟ اخبارك؟ اسمك كريم. حسن. يا مرحبا عم حسن. مرحبا استاذنا. اخبارك؟ عامل ايه؟ اسمك كريم. مين؟ يا مرحبا بك عم حسام. يا مرحبا. يا مرحبا بالناس الجميله. مرحبا يا خال، اسمك كريم. ازيكم انت حسان؟ يا مرحبا عم حسان. يا مرحبا. احنا موجودين في نجع. ايه ده؟ نجع عثمان. نجع عثمان. بسم الله ما شاء الله. كمان يا عمي. يا خال تكلمنا على مشكله الميه. عناية. ايه مالها الميه؟ ايه قصتها الميه عندكم؟ الميه جايبينها من الترعه اللي هناك دي. ايه الترعه اللي هناك؟ جايبينها من الترعه الغلاسي، الترعه الكبيره دي اللي انت جاي منها. طب ليه ومش متوصل لميه الحجيرات؟ ما بين النيل يعني بعض الترعه دي واصله يعني بتحكي لي. طب ما فيش هدو مجلس نواب قادر يحلها يعني الموضوع ده؟ ما فيش حد، كل واحد مع نفسه. ما فيش هذا مجلس شعب ولا حاجه. ما فيش حد فيش حد بيدخل هنا. لما هتشربوا ميه منين؟ هيشتري من جيراتهم. جيراتهم بين عين وسلام. ازيك يا خال، عامل ايه؟ اخبارك؟ الله يسلمك، الله يحفظك. مرحبا. اسمك كريم. حارس محسن يوسف. يا مرحبا عم حارس. اخبارك؟ شهر يا عمده مستنينا. الله يحفظك. ده شرف لي والله، ده شرف لي يا خال. انتوا هتشتروا الميه شراء؟ شراء بجيراتهم. والله بيشتروا. ترى جيت الصبح هنا يا عمده هتلاقي الجيراتهم كده قدام كل بيت مرصصه على ما يعدي بتوع التكاتك والعربيات يلعبوها. تعبوها ميه. مرحبا يا خال، عامل ايه؟ اسمك كريم يا خال. نبيل. يا مرحبا عم نبيل. يا مرحبا بيك. مرحبا. مشكله الميه دي ما اتكلمتوش مع عضو مجلس نواب فيها خالص؟ تكلمنا كتير. ما فيش استجابه. تمام. انا يا خال، الله يسلمك يا خال، تكرم. منوره بناسه والله. تسلم يا خال. لا عينيا. حاضر. الله يبارك في اصلك. اشربهاش يا خال، بارك الله فيك. تفضل بسرعه. استاذنكم انا بس عشان اخش جوه البلد قبل الشمس ما تروح. اتفضل. الله يبارك فيكم. يعني اهم حاجه عندكم مشكله الميه. مشكله الميه. صورني. انا حاضر. لا مش عارف اسمعك. امسك الدنيا صوره معايا. امسك صوره. بعدين يجي. صغير صغير. يجي واحد. كل يوم عمرو يقول لك يا عمي. معلش يا عمي. يا عمي صورني وعلمني. دقيقه بعدين يجي. ماشي الصور صوره. ماشي ماشي. معلش يا عمده على الصرصوره. تعال. معلش الكاميرا عليه. بس. تفضل يا اخي. لا تمام يا حسام. صوره مع العمده احسن. معلش يا عمده. صوره عمده بقى. يا عمده. بس هذا كده. اه الصوره عمده. يا عمده بعد اذنك. سفر او لا؟ اسال صوره مع فين عمده؟ ما شاء الله. يا مرحبا يا خال، عامل ايه؟ اخبارك؟ عامل ايه صحتك؟ الله يحفظك يا رب. يا مرحبا يا خال، عامل ايه اخبارك؟ يا مرحبا يا خال، عامل ايه صحتك؟ الله يحفظك يا رب. الله يحفظك يا رب. نورك والله يا خال، تسلم. بارك الله فيك. تفضل بسرعه بس. بس يلا خلينا نجي. مرحبا يا خال، عامل ايه؟ اخبارك؟ يا خال. بسم الله. ماشي يا خال. السلام عليكم. ده الميه دي على مستوى الحجارات كلها؟ على مستوى الحجارات كلها هي الميه دي. بنجوحها. اي بنجوحها كلها الحجارات. فيهاش مواسير ميه؟ فيها ميه جايه من المشروع، بس ميه ماسخه وميه تعبانه. مش ميه حلوه. ما يما يجيبونها من الترعه. المفروض يكون صرف مغطي. ما في عندنا صرف مغطي والناس حافره بيعرف الارض، والبيعرف الارض جايبه مرض للناس مع الزارع. ايوه فشل كلوي وجايبه. مرحبا يا اسد. مرحبا. يعني جايبه امراض لا تتعدى ولا تحصل. الامراض اللي جايه للناس. يلا يا حبيبي خش عدي. يلا امشي. دقيقة ما تنزلش. بس بعدين تحت امرك. انا بقول لك لما تيجي في المكان اللي هنوقف فيه عشان الحق. شاحبينك انا شحاته والله. لا ده شرف لي يا خال. انت وجه يا عمي. الله يبارك لك. يلا على طول كده شباب. صورة صورة معاك. تفضل. ده شرف لينا يا خال. صورة معاك. 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 شاورنا كاميرا قدام. صورنا ليه؟ ومغزى عندي. بص علي. تم. تم.
يا كاميرا قدام يا كاميرا قدام هذه نورك البلد والله نورك والله اصيل والله ما اخذ عمده هذه حفله جاي فرح بلد عمده ماشي يا غالي الله يسلمك يا غالي تسلم يا غالي يا عمده البلد ما فيهاش خدمات ما عندنا خدمات شايف 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 انت العشوائيات الاخ اللي بيقول انت واجب عليك قبل ما تمشي تحل مشكله المياه حد قال لك ان انا رئيس جمهوريه ماشي بس حل... انت لا انا انت كده انا يعني انت انا ماشي هيوصل للمسؤولين يعني نتمنى من الناس يكونوا وصل يعني انا اغلب الناس بتتابعنا المسؤولين يا عمدي يعني نتمنى ان مشكله المياه تحل هنا ده مشكله مياه اقل حاجه المياه يعني يشربوها مياه نظيفه بس ما في غير وعود هيجيبوا لكم هيجيبوا لكم يعني ما في ميه ما في ميه عندنا ليه يا خال عينيا يا خال اهو انا جايبكم انتوا بس والله ميه ما فيش ما فيش ميه ما فيش ميه زينه وما فيش شوف بلد عشوائيات والدنيا رايحه في داهيه ما فيش وفوق من ده كله المشاكل برضو المشاكل يعني المشاكل مبهدله البلد المشاكل مبهدله البلد من حق البلد يكون فيها يكون فيها يعني يعني يكون في امن يكون في يكون في اي يكون لجنه مصالحات يكون في يعني يعني عندنا عندنا العمده محمد السمعين ربنا يبارك فيه بس وحده هيعمل ايه طيب لد واحده ما تصقفش لا بس الناس عندها النيه ان هي تصطلح ما عندنا ناس طيبه كلها انت زي ما انت شايف بلدنا ناس طيبه طيبه والله ناس جميله بسم الله ما شاء الله عارف الحجرات الحجرات من الاول للاخير قريب بعضها ما فيش حد غريب فيه يعني اللي في اولها ودخلت اللي في اخري كلنا نعرف بعض احنا قريه واحده وكلنا كلنا قرايب اللي ود خالته اللي ود عمته ما فيش حد غريب عندنا ومشاكلنا مع بعضينا ومشاكلنا مع بعضينا من الداخل ما فيش يعني حد غريب فيه ازيك يا خال عامل ايه الله يسلمك يعني انا 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 في اول البلد انا اخواني في اخر البلد انا في اول البلد اخوالي اخر البلد اخر الحجرات اخوالي اخوالي يعني يعني كل البلد كده مشبكه ببعضها اللي هو خالته واللي هو عمته واللي قريبه واللي نسيبه كلها مشبكه ببعضها البلد ما فيش حد غريب فيه زي ما انت شايف البلد تصور البلد وشوفه يمكن ان شاء الله الامور تتعدل على ايدك يعني اللهم امين يا رب ان شاء الله تتعدل على ايدك اللهم امين ده نجي العمده دي ده نجي العمده ده نجي العمده دي لما طالب خير ان شاء الله يجي خير اللهم امين يا رب ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله مرحب برجاله يا مرحب مرحب يا خال ما انت تقول لي الحكومه طب الحكومه تعمل ايه يعني الحكومه اللي مش صلحت البلد الناس صلحت اللي مش صلحت من حالها من الداخل هتصلح الحكومه ده كلام يعني الحكومه تطلع من كل واحد تطلع ورا عسكري ما ينفع لازم البلد تصلح حالها من حالها شبابها يصلح حاله السلام عليكم يا خالد اسلم بركه ده نجي العمده ده نجي العمده ايوه بسم الله ما شاء الله ده نجي العمده مرحبا بالناس الزين يا عمر السلام عليكم وعليكم السلام متابعك من البث مستنيك والله الله يبارك في اصلك الله يحفظك والله مستنيك ربنا يرحم نجيب فسيل ربنا يبارك في اصلك يا خال تسلم تسلم اقول لك حاجه لا والله اسمع بدنا قريه الحجارات بلد الكرم لا اللي يشرب ساق والناس اللي العرب انت شرب ساق لا اقول لك لا انا اشرب انا اشرب بس احنا وراجعين عشان ما عشان الحق بالنهار ما اسمعني ساعدني ان انا اوصل البلد بالنهار كده عشان نشوف الشكل البلد عامل ازاي طبيعي احنا استناه ان شاء الله باذن الله ما انا هرجع من هنا عشان تشرب الساق وعند بيت معانا لا بقى ايه بقى اللي معايا مشوار بالليل والله يفقينا ربنا يبارك لك تسلم يا اصيل ربنا يبارك في اصلك تسلم ده نجي العمده كان فيه مستشار عياد الله يرحمه ويسامحه ما يتعوض ما في تاني الله يرحمه ويسامحه العربية دي هو اللي جابها الجمعية ربنا هو اللي جابها وبعده ما في عد بعده هو ما في تاني ربنا يبارك له ربنا يبارك مرحبا الشباب مرحبا الشباب منور بيكم والله يا شباب منور بيكم يا عمدي 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 يا عمدي
بيكم والله يا شباب. مرحبا رجال. عطونا صوت يا شباب. انا يا حاط. انا يا حاط. ده شرف لي يا خال. اقول لك بص احنا نوقف فين يا خال. والله اوقف اوقف العمدة بقى. بس ما تطولش استنى قدامي. العمدة بقى. ايش العمدة بقى؟ العمدة بقى. العمدة بقى. خذها خذها. العمدة بقى. يا مرحبا يا خال. الله يخليك. الحمد لله. يلا صور. لا لا تمام. عنده صورة عنده. تفضل يلا حبس يلا انا نسعى صفقتك. الله يبارك في اصلك. انا هقعد مع الشيخ وتحت امر اي حد. تصور. تعال تعال. انا جاي يا خال جاي. خلاص يا عمدي خلاص خلي يا عمدي. واحدة يا عمدي. اه يا خال انت. صورة عمدي. عمدي. صورة عمدي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. صورة عمدي. الله ما شاء الله عليك يلا 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 تعال يا عم تعال اخش عبد الشيخ تحت امر الناس انا بس انا عشان الشمس راح يا عم عايز اصور القريه عايز اصور القريه في النور انا شرف فيك فانا 10 دقائق اخلص تصوير القريه قبل ما اروح والله ده بيتك بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك بسم الله ما شاء الله جميل ونفسك عزيزه يا ام جبهاء وجمالك في مين ايوه انت جاي من اسكندرية ولا الجيزة ولا البطرة يا حلو يا عمدة بقى يا غزال الوادي أيوة. يا حبيبي يا ملك روحي وفؤادي يا اسكندرية ولا المعادي ولا من سيدنا الحسين لحد أصوات لحد أصوات هناك يا جمال الليلي والكل دول عيني انت جاي من الدخيل جاي من الدخالي ولا اسكندرية ولا أخوان ولا راس مرحبا يا أبعدت سلامين للعنجر ها أبو وردين سلامي بتحدده وسلامي يقول رايح فين أبعدت له سلام أكده في الخليج سألت أنا عن العمدة قال راح جلجة وبرديس وسافر إلى بريس راح أغضب والبحرين انت يا غزال الوادي يا ملك روح وفؤادي العمدة بهاء من المعاد ولا من سيدنا الحسين ايوه في هوانا الناس تضحك مشوار وطول وبسك من طنطا هجيب لك شبكه يا عمده ومن بريد الفسك لا لا خلاص خلاص جميل وعيونك لستائي وفي ايدك دبل فسائي انت على العمده بها في الاذاعي والله بالميكروفونين يا حلو يا ابو وليد حبك في حشايا جاري ودموع على خد ساري انت جاي من الجبالي ولا من راس الجيل تعال اسمي كريم ها باهي باهي مين ابو محمود ربنا يديك الصحه والله بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لك لا بسم الله ما شاء الله عليك يا خال ربنا يبارك لك تسلم يا شباب ربنا يبارك لك ان شاء الله جاي باذن الله باذن الله مرحبا يا خال عامل ايه يا عمدي عامل ايه الحمد لله اخبارك الحمد لله تمام اخبارك زي الفل والله يا خال العمدة بهاء العمدة بهاء العمدة بجلال بحر همال يا آلة معانا العمدة بهاء يا عمدة معاك يا خال غزالة بجلال بحر همال يا آلة استنى عمد العمدة بهاء غزالة بجلال غزالة بجلال بحر همال يا آلة مكيا تعد الفلك لهم نورتنا يا عمدة والله يا مرحبا في الحجرات يا عمدة تفضل بنا يا عمدة تفضل بنا يا عمدة والله يا جميل قالك اسمنا معروف خسارة يا حب لما تروح للخسيس وقعت في دندوب بهدلها مع العالم ماشي يا خال سلام يا شباب سلام عليكم سلام عليكم يا خال سلام عليكم تسلم يا خال سلام يا خال بارك الله فيك الله يسلمك كل حمارة موجودة هي اخبارك عاملين السلام عليكم يا خال تسلم يا خال من نقطة البلد من نقطة هنا منور بيكم يا شباب نقطة البلد دي النقطة هنا ايوه دي النقطة من البلد سويرها
لا لا خش خش حبيبي 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 يا غالي حبيبي يا غالي اوعى بس حاسس دي منظرة العمدة محمد اسماعيل العمدة والله نورت الحجارات نورت على العجلات نورت على العجلات نورت الحجارات بالراحة بس يا شباب مرحبا يا خالد نورك والله يا خالد بنورك بنورك يا خالد بنورك يا خالد روح يا سجان عليك كسر العربيه معلش تعبناك النهارده سامحنا سامحنا السلام عليكم تسلم تسلم يا خالد مرحبا بالشباب يلا بابا اوعى وكده هو حاسب عدينا لا بعد الله لا عندك السيارة تريد الرد على ابو دياب ايه ها ايه حاج محمد ايه ايه الله خلي بالك يا عمي ده العيال مبهدلين الدنيا ايوه ده نجع جباره نجع جباره كمال ايوه ده العزبة منقروس عزبة منقروس من هنا ايوه لا تخش يا حابو مصطفى انت ما ماشي على قشر بياض شوف العشوائيات اللي في البلد شوف عشان الرئيس عم يقول العشوائيات مرحبا يا خال والله منور بيكم والله منور بيكم والله يا خال مرحبا يا خال عمليه تسلم بارك الله فيك تسلم يا خال الرئيس عم يقول العشوائيات احنا بلدنا كلها عشوائيات بينكم كلها عشوائيات بلدنا بينكم يسعدكم ايوه هذه الحجرات ده لسه قدام الحجرات لسه ايه احنا وسط البلد حاليا احنا وسط البلد هنا في الحجرات احنا في نجع جبارة نجع جبارة ايوه مرحبا يا خال مرحبا بالشباب على مالك يا حاج محمد على ما تسلم يا خال سوبر شغال كله شغال شغال مرحبا يا مرحبا مرحبا مرحبا
تفضل يا خال. مرحبا يا خال. عمليه مرحبا. عمليه مرحبا يا خال. عمليه اخبارك؟ عم بساتك. مرحبا بالشباب. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالشباب. مرحبا. تفضل يا خال. بسم الله. يا لا هو حد يا مرحبا يا شباب. تعال تعال تفضل يا عمدي. ماشي يا خال. تفضل عمدي. ماشي حاضر. عبي ما بمنظرة ولا دوار ولا منظرة؟ منظرة خاصة؟ لا منظرة العيلة. منظرة العيلة. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. علي الهواري عايز يتكلم مع حد. طب هكلمه لك ازاي؟ انا دلوقتي طول ما فاتحين البث المباشر والتليفون بالعرض ما بيقبلش مداخلات، فانا هفتح مداخلات ازاي؟ شويه كده ممكن نفتح تليفون حد وناخد عليه مداخلات. كان في حد اسمه علي الهواري عايز يتكلم معاك. علي الهواري يتكلم مع مين؟ يا مرحبا بيك. يا مرحبا بيك. يلا كان عايز اتواصل بيك، فانا قلت له شويه كده ممكن ناخد مداخله على حاجه. انا مداخله برضك معاه برضك والناس كلها على دماغنا. الناس تبعنا وانت برضك عندك. تسلم. بارك الله فيك. الله يحفظك. يا الشيخ الشيخ كلمتوه؟ الشيخ مصراوي. فين الشيخ مصراوي؟ الشيخ مصراوي كلمتوه؟ فين الشيخ مصراوي؟ ها يا رجل عايز اشرب ميه. ماشي يا خال. ويا بيت السجان بالميه موجود. انا حاليا منظر اثنين دي يا خال. منظر السجان سعيد. منظر السجان سعيد. آه. في نجع ايه؟ نجع اجبار. انا موجود حاليا في بالميه السجان ابو سعيد نجع اجبار. اي حد في الحجيرات محتاجني او عايزني في اي حاجه انا تحت امر. انا موجود هنا ساعه ولا حاجه وهنتكل على الله. في اي حد محتاجني انا موجود هنا في منظرة الحج علي سليم. علي سليم الحج السجان. منظرة علي سليم حج السجان. حج السجان ابو سعيد. فلا اي حد النحر طبعا. عن النحر. عن النحر. علي سليم مش عارفه بالنحر. هو النحر ده خالد. لا ده خالد يعني زمان. يعني لقب زمان. لقب لقب بديل. لقب لقب بديل. لقب كنت تقوله نحر. النحر يجي من قبل البحر. يعني البحر يجي هنا. تمام. يا مرحبا. مرحبا يا خالد. مرحبا يا حبيبي. يلا بس يلا عشان الجو حر. الجو حر. الجو حر. تفضل تفضل. يلا نروح. يلا ابو بيطول. لا شفت يا خال. بارك فيك. كان عاكل دي. كلم عاكل. مرحبا بالشباب. مرحبا. رنونا على الشيخ.
فين الشيخ مصراوي؟ الشيخ مصراوي حد تكلمه؟ فين الشيخ مصراوي ابوك؟ مرحبا خال، عامل ايه اخبارك؟ اسمك كريم يا خال. يا مرحبا عم رفاعي. ازيك يا خال؟ اسمك كريم. نورتنا حسن. يا مرحبا بك يا عم حسن، تسلم تكرم يا خال. بارك الله فيك، مقبول يا خال. والله خال انا لسه شارب. لا والله. والله لسه شارب. طيب ماشي. جبت الباقي السرعة. شكرا. احنا في قلب الحجرات. قلب الحجارات. ايوه نجعي بارة قلب الحجارات. نجعي بارة. مرحبا يا خال، عامل ايه اخبارك؟ عامل ايه اسمك كريم؟ قزافي. يا مرحب بيك عم قزافي. مرحبا يا خال. يا مرحب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا خال، عامل ايه اخبارك؟ عامل صحتك؟ اسمك كريم؟ عمرو محمود. منين عم نجعي بارة هنا في الحجارات. مرحب بيك يا خال. نورتنا والله، نورت البلد. الله منور بيكم والله. بسم الله ما شاء الله عليكم. الله يحفظك يا خال. اقعد هناك. اقعد. اقول لك اقعد هناك. ماشي يا خال. المحطه الاولى في الحجرات هنا. مرحبا 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 بالرجال. نورتنا عند هو المحطه الاولى هناك اصلا. ما هو السجان قاعد تقول له اقعد يا سجان، ما كانش راضي جاي من قلي. بس عشان غرمنا غدا وغوصناك عنديكم ما خدناك. وراجل جاب الغوصه من الغوص. لا من الغوص مكان جديد. حتى هو اول خلي بالكم انا ما والله. والله علي هو جميل. كيف حالك عمدي؟ ما هو الحمد لله تمام. الله الله منور بك. ما شاء الله عليكم. البلد اسمها الحجرات. ايوه. بلد عرب العربان يعني. من اصل عرب. بلدنا دي متميزه زي ما تقوليها بصاحبه كلمه يعني. الكلمه عندنا هنا كلمه. الراجل فينا يقول الكلمة وقف عليها ما فيهوش كلام، لذلك المشاكل عندنا كثيرة، ليه؟ الناس عندنا هنا كل واحد بكلمة وقف عليها، ما فيش حد بيخلوا ليمين، فبتحصل مشاكل بسبب كده. عشان ما يقبلش الثاني. عشان ما يقبلش الكلمة الثانية. الله ينور عليك. الثاني مش يقبل. هي كلمة واحد. ما يقبلش الثاني، يعني لما يجي واحد كده يقول له والله معلش ودي كذا ودي كذا يقبلها. لا بس كده. بس عندنا برضه الناس برضه عشان تبقى واخد بالك يعني. عندك كريم عليه. الناس ذات أصل طيب برضه هنا. مرحبا يا خال، عامل ايه؟ اسمك كريم. حسام. مرحبا عم حسام. مرحبا يا خال، عامل ايه؟ اسمك كريم. يا مرحبا مع بعض. 010 3 0 010 3 0 7 5 7 5 4 4 4 4 5 5. اسمك كريم يا خال. محمد عبد الباسط. يا مرحبا بك يا محمد. مرحبا بالشباب، عامل ايه اخبارك؟ اسمك كريم. خليك عمي حسن. كمل يا استاذ. بس بالنسبه يعني ايه بعرفك بلدنا وضعها هي يعني. نسبه التعليم في البلد، ايه الجامعات اللي موجوده فيها الشباب؟ نسبه التعليم هنا بالنسبه للتعليم. انا الجماعه قالوا لي ان التعليم هنا معدوم. يا مرحبا بالنسبه اللي هو ايه خدمات التعليم مش التعليم. فهمني. الشباب عندنا عامه ال يا مرحبا العقليات راقيه جدا يعني. هي تفضل يا عمده علي الهوار، عايز يكلمك. عايز يكلمني انا ولا لا؟ عايز يكلمك انت. مرحبا يا خال علي. لا مؤاخذه ده ضعيف يا عم. الخدمات ايوه ضعيف. احنا بنتكلم عن الخدمات عامه في الصعيد كله. بحر مرحب بيك في الناس فوق بحر يا خال. لا 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 اسمع الكلام ده، عارف حتى المحاول اوريه. الله يديك الصحه يا خال. يا عم اسمع الكلام. خدوه 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 وروه. لا يا خال لا يا خال، ما قبلتش غير الناس الحلوه والله يا خال. والعقول هنا عندنا الناس راقيه في تفكيرها. لحظة. بس مفيش استخدام للعقل ده ان هو ايه يتاهل ونبقى ايه فحص رساله. بس ابقى عارف يا خال معلش اللي فلت من في البلد دي وتعلم. ماشي افتح الدكتور. ماشي المهندس. لحظه في واحد اسمه علي الهواري من فاو بحري. يا مرحبا بك. عايز اوجه كلمه ليكم وافتح السبيكر على الهواء. تفضل. ماشي يا مرحبا بيه. لحظة شباب يا ولد عمي. اسمك كريم. انا اسمي علي. علي مين يا خال؟ انا اسمي علي الهواري. منين يا خال علي؟ من فوق بحر يا عمي. من فوق بحر يا خال. من فوق بحر. تفضل يا خال. ممكن بس الصوت عشان نسمع بعض، نسمع الراي اللي عايز يقول. تسمعوني بس. تفضل تفضل يا عم. امسك التليفون. انا عايز اوجه رسالة يعني من البهالعمدة ولكم كلكم، يعني يا ريت البلد تطلع مع بعضها، اللي من خاطر مقاريبه كلها حاجات تافهة بنتخانق عليه كلها يعني. اللي بيسجن اللي بيتمروا عياله هي اللي يحصل بينهم وبين قريبه الواحد يعني. اهم حاجه ان كنا نصطلحوا نبوا اخوات نبوا حبايب، كنا عيال عم مع بعضينا. فرق بين هواري ما بين شيخ عرب، كنا مسلمين في الاخر. سلام سلام علي. طيب
تمام يا عمتي؟ تمام والله وربنا يفرحنا وحالكم جميعا يعني البركه في الاستاذ بهاء العمده. الله يبارك في اصلك ورسالتك ووصلتك يا خال، متشكرين على المداخله الجميله دي. الله امين. تسلم يا خال، تسلم يا خال، بركه. يمكن يا عمده بهاء ربنا يجعلك سبب. الله يحفظك. في الوقت اللي احنا فيه ده ايه؟ ان مثلا ربنا كرمنا بيك وتكون سبب لصلح برضه عائلات هنا وناس، خدت بالك؟ عندنا هنا الشباب طبعا زي ما قلت لك كلها. سلم عليك. السلام. انا معايا مشكله. اتفضل يا خالد. مع وزاره التخليه. قول قول مشكلتك. لا مع وزاره التخليه. انا كنت عسكري في الجيش. كنت شغال مع لواء. اللواء ابن عمل حادثه، شيلوا هاني وخدت سني. فدلوقتي البت اللي كانت خبطت عاوزه تعويض من وزاره التخليه. عاوزه 100,000. المحكمه حكمت لها ب 15,000. المحكمة حكمت على وزارة الداخلية ب 15,000. قلت لك وزارة الداخلية عاوزاها مني وجاي تحجز على بيتي. الكلام دي من 97. وجه للرئيس. استاذ مصراوي. السلام. ازيك يا استاذنا، عامل ايه اخبارك؟ عامل ايه صحتك؟ شرفت مقابلتك والله يا شيخ مصراوي. ازيك حبيبي؟ ايه اخبارك؟ انا جبت لك العمده مخصوصا. ودعبت العربية عشان بلادنا والله. والله ده انا اللي تشرفت بيها. نفسك انك انت في مكانك وفي بلدك. الله يبارك في اصلك. اي حاجة والله في بلدك. الله يبارك في اصلك. وسع وسع يا اولاد، وسع يا اولاد. تعال هنا يا شيخنا، شيخنا تعال تعال هنا، تعال هنا يا شيخ. اه جنبي. انا عايزك واحد جنبك كده. لا لا انا عايزك انا عشان اجيبك عشان. الحمد لله تمام يا خال، بارك الله فيك. وسع يا عمده بهاء. تفضل بس الصوت والنبي يا جماعه. الصوت يا جماعه. مرحبا يا خال، عامل ايه اخبارك؟ الصوت يا شباب. مرحبا يا خال، عامل ايه اخبارك؟ الصوت الصوت بس عشان يسمع الشيخ. تفضل. بقول يعني انك انت بالنسبه لرحلتك دي يكفي ان في ناس كثير بتحترم الفكره الجديده، فانت لو ما خدتش من رحلتك حاجه ان فكرتك دي هي الفكره الجديده يكفيك ذلك. تمام. ومش اي حد يقوم بالرحله دي وخصوصا انها جديده لانها لم تحدث. وفكره شاقه. سمعنا من رحلات كثيره بالعربيات بالعجل بالمترسكلات بالمستكلات، لكن ما حدش فكر في حكايه هي الحمار. ثاني حاجه الهدف. مرحبا خال. مرحبا خال، عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. يا مرحبا بالشباب، بسم الله ما شاء الله، الله يديكم الصحه. يا مرحبا بكم، الله يبارك في اصلك. تسلم. احنا لما نروح بلاد صوت يا شباب بس صوت صوت انا معجب بالفكره دي انها بتتعرف على عادات وتقاليد كل بلد. بحيث ان انا لو رحت سوهاج، ناس سوهاج يعرفوا تقاليد الحجارات ومزاج الحجارات وطلبات وطريقه الحجارات في الكلام. نفس القصه لو جبت على سوهاج عندي في الحجارات، انا هعرف طريق السوهاج واعرف طريقته ومعاملته وطبيعته. فيكفي انك انت بترصد الطبائع والعادات والتقاليد بتاعت كل بلد. وربنا يوفقك ان شاء الله. الله يحفظك. ان شاء الله ربنا يوفقك في رحلتك. زين احكي له على وضع البلد يا شيخ. احكي له على وضع البلد. مبدئيا حضرتك شيخ تابع لوزاره الاوقاف ولا؟ نعم. اسمي كريم. الشيخ مصراوي امام وخطيب المسجد الحجارات الكبير في قريه الحجاره تابع. صوره عندك بس صوره صوره بالله عندي. صورنا حسن. تعال حسن قوم. اه حسن صورك. قوم يا عم قوم حسن. تفضل يا خال اهو. بسم الله ما شاء الله. الشيخ مصراوي. نعم. اتفضل اي كلام. الشيخ مصراوي. صور احكي عن الوضع البلد. حبيبي. يا شباب انت معروف مغرب ما غير شيء. احكي عن وضع البلد صالح. وعلى ميت البلد. خش يا صالح. في بلد جاي من اسفلت ما عندناش مية ولا عندنا نت. ماشي يا معلم صالح. اتكلم بس اللي يفيد شوي من الجماعه. خلاص يا شباب خلاص يا شباب. صل على النبي في الحديث كلام. بس بس خلاص خلاص خلاص. يحكي على وضع البلد. كما قلت لك انا امام وخطيب مسجد الحجارات الكبير تابع لوزاره الاوقاف. طبعا احنا كقريه الحجارات اولا بنشكر الهيئه السياسيه بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يقومون به. هم بيحاولوا قدر الامكان انهم يؤدوا امكانيات كل بلد، لكن كبلد احنا قريه الحجارات نطرح المشاكل الموجوده في القريه. فضل. احنا عندنا اكبر مشكله. فضل. واهم مشكله اللي هي ربنا عز وجل قال فيها وجعلنا من الماء كل شيء حي. فتخيل قريه الحجارات محرومه من قطره الماء الصالحه.
يعني احنا ما زلنا حتى الان نعاني من عدم صلاحيه المياه، فعاوزين ان اي حد في يده المسؤوليه. احنا تعبنا يعني، رحنا قدمنا طلبات للنواب وقدمنا طلبات للمجالس المحليه وقدمنا طلبات لكثير من المسؤولين، ما عارفين ايش الموضوع في يد مين. فنظره عطف، نظره عطف من المسؤولين على قريه الحجيرات في قطره الماء. نشرب مياه ارتوازية، ربنا سبحانه وتعالى ذكر نشرب مياه وجعل وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني أهم وسيلة وأهم حاجة في البلد هي المية، هي المية. احنا نجيب لك مية دروكيت وانت قاعد، يعني صعبة صعبة حتى تشرب وتشربها. فنرجع نظرة عاطفة من اللي في يده المسؤولية، اللي تحت يده المسؤولية، انه ينظر لقرية الحجرات نظرة عاطفة في حكاية المية. ثاني حاجة عرفك عن قرية الحجيرات، هي تعتبر القرية الوحيدة اللي ما فيهاش حد غريب، كلها من أب واحد وأم واحدة وكلهم مؤصلين، وما فيش حد فينا غريب من التاني، ما فيناش حد غريب من التاني، كل النجوح تقرب لبعض، كل العائلات تمتد بقرابة وصلة نسب فيما بينهما، فلذلك ما تبقاش عيلة بعيدة عن العيلة. أنا قلت له كلنا ولاد خالت بعض، من أب واحد وأم واحد. أيوة. وبتشتهر قرية الحجارات بالكرم، بالكرم تشتهر قرية الحجارات بالكرم، وخصوصا إكرام الضيف، إكرام الضيف. زي ما أنت شايف يمكن أنت لاحظت إنه أنت جاي كله بيرحب بيك. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. تفضل عنده. يعني مش جديد على الحجارات. والحمد لله رب العالمين، ندعو الله عز وجل أن يعم عليها نعمة الأمن والأمان. خذ منديل يا أخي. ربنا يعم عليها نعمة الأمن والأمان. النور بتاع النور بس ما تخلوش النور يا الراجل. وينزل من قلوبنا الغل والحقد والحسد والكره، ويجعلنا إخوة متحابين لله عز وجل. آمين يا رب العالمين. تفضل حضرتك، لو عاوز تسأل أي سؤال تفضل. عرفنا الأول مبدئين الحجارات كده ما فيهاش إخوة مسيحيين، لا المسلمين بس. لا بس جنب المنينة يعني. جنب المنينة دي زراعة، بتهتم بزراعة إيه قرية الحجارات؟ القمح والبرسيم والقصب. القصب. طيب حضرتك قلت لي ذكرت لي ان قريه الحجرات من ام واب راجل واحد. ما فيش حد غريب ابدا. فكمش حد غريب. طب ما المشاكل كتيره دي ليه؟ والله المشاكل دي تقدر تقول عشم من بعض. عشم يوصل للدم. احيانا العشم بيوصل مثل. انا مش متربطين على بعض. مش لاقي لها حل غير حكايه العشم، ان انا انت ود عمي انا صعبان عليك، انت ود خالي انا صعبان علي منك، العشم مش متوقع. ما حدش مفوت لحد. فلذلك هي يعني ما فيش سماح. احنا عاجزين عن حل، عن عاجزين عن حل، لكن ان شاء الله خير يعني نرجو. تتكلم يا شيخ في الخطب عن التار والدم؟ بنتكلم والله، والله بنتكلم ونوريهم خطوره الموضوع دي، وبنقول لهم ربنا عز وجل قال يعني يعني لا أن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله عز وجل من أن تموت نفسا. ومن أحيا الناس فقد أحيا، من أحيا نفسا فقد أحيا الناس جميعا، ومن أمات نفسا فقد أمات الناس جميعا. والله نسأل الله ربنا، نسأل الله الهدم إن شاء الله. طبعا الناس في النية جوا. والله والله في، بس إذا بتقول بتبع حالة عصبية يعني وليدة الصدفة بتبع عصبية، لكن عصبية زايدة على اللزوم، لكن الطبيعة والتسامح والكرم عشمانين في الله عز وجل انه يكون موجود اصل، وان شاء الله يبقى يعم عليها الامن والامان وتبقى قرية امنة مطمئنة باذن الله تعالى. من ناحية العلمية يعني سبب المشاكل الكثيرة اللي حصلت عندنا هنا في القرية قتل بالك، في بعض العلماء والدكاتره قال لك احنا ممكن نشخص حاله الحجرات دي عباره عن ايه. قال لك ان الحجرات فيها ذكاء خارق، بس ايه يعني الشباب هنا ايه مش متوجه صح، مفيش توجيه سليم او مفيش استغلال للذكاء دي في التعليم. يعني احنا عندنا اللي بيفلت يا عم بهاء. مبدئين مبدئين حضرتك شغال ايه؟ انا خريج قسم حقوق. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ووكيل شركه بيبسي كولا وكوكا كولا هنا في قريه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. طبعا بالنسبه هنا للشباب اللي ما يعني بقول لك اصلا معلش عند الدراسات العلميه بتقول ايه، ان المجرم ده اصلا انسان ذكي بطبيعته، ولكن ذكائه دي لازم يتوجه يعني. فاحنا عندنا هنا ايه التعليم، في تعليم بس متدني يعني، مفيش برضو المستويات العالية من التعليم. الصحة هنا كويسة والدنيا يعني شغال مستشفى، بس ما شغلاش بالشكل اللي ايه اللي ساعد قرية نموذجية. قرية الحجرات عندنا قرية نموذجية عم بها، قرية نموذجية
قرية نموذجية يعني المفروض يعني تتميز بكل الخدمات ولا وكاملة الخدمات والرفاهية. المفروض احنا بنشرب مياه توزيع، بنشرب مياه من بطن الارض. دي طبعا عندنا حالات فشل الكلوي متعدية 150 حالة هنا. الناس اللي بتموت عندنا عم بها هنا بسبب الفشل الكلوي وسبب المياه اللي مش كويسي، عديمة او رديئة الجودة، يعني الناس دي يعني ممكن كل نقول 3-4 حالات وفاة كل سنة. خدت البلد. طب الناس دي طبعا عندنا مثلا شباب في الجيش، ناس برضو عندنا برضو هنا برضو في ناس استشهدت. بنقدم برضو خدمات الوطن، يعني المفروض برضو في نظرة ايه زي ما قال الشيخ مصراوي، نظرة عطف برضو للقرية دي. زائد الناس عندنا ناس محترمة، يعني بالنسبة ايه لو انت دخلت على اي بيت ولا اي عيلة لازم يقدروك عمها. الناس دي مش ممكن يعني تروح عند حد مش هيقدرك، هتقول لي مثلا الدم ده بوصل لحوار كبير، اقول لك برضو الناس هنا عندها ايه، عندها حاجة اسمها ايه مبدأ الكرم والوجود يعني. فالناس هنا يا عم بهاء بتقبل اي حد بي احترام الاخ عمرو برضو استاذ بهاء. قرية الحجارات ما في مدرسة ولا مرحلة من المراحل التعليمية سواء ابتدائي اعدادي ثانوي جامعات هتلقى العشرة الاوائل فيهم لا يقل عن 5 من 10 من الحجارات. بسم الله ما شاء الله. وده سر ربنا سبحانه وتعالى واهب به قرية الحجارات، في ان اي مدرسة في اي منطقة، مدرسة ابتدائي مدرسة اعدادي مدرسة ثانوي حتى في الجامعات هتلقى العشرة الاوائل منهم 5 من قرية الحجارات بشهادة الجميع وليس بشهادة ابناء الحجارات فقط. مشاهير او ابناء القرية اللي طلعت نماذج في التعليم مشرفة بسم الله ما شاء الله قرية الحجارات. عندنا المستشار عبد الباسط قاسم، عندنا المدعم الشراكي محمد سعيد هنا في نجع قبلي، عندنا المستشار عياد ابو الشيخ عبد الله الحمد لله. في دكاتره كثير طبعا من عندنا، دكتور دكتور نبيل عبد الله علوان، دكتور محمود عبد الحميد، دكتور محمود عبد الحميد مدير، الدكتور محمود عبد الحميد مدير جامعه قني. جراح في جراح برضه نبيل جراح علوان، دكتور نبيل عبد الله. بالنسبه للقانون دكتور محمود عبد المؤمن محفوظ دعمنا هنا، المستشار برضه محمود عبد الحمادي، فيه المستشار ايهاب، فيه المستشار محمد سعيد مراد، وعندنا المستشار احمد عبد الحميد، في المستشار عبد الباسط قاسم من قرية الحجارات. فيها نماذج كثير يعني تشارك. من الشباب في السنه دي في خريجين، في 10 اطباء تخرجوا السنه دي ولاد على بنات من قرية الحجارات، غير اللي هو ايه الناس اللي عندنا في تجارة انجليش، وفي مثلا في نماذج حلوه كتير، في ناس عندنا مستوردين في اليابان من الحجارات هنا. خدت البلد؟ يعني عندنا ابن عمنا هنا، معانا ابن عمنا هنا مستورد ساكن ومتزوج في اليابان. خدت البلد؟ يعني الحجارات فيها نماذج كتير، بس الناس دي الصدفه او ايه او الحظ خدمهم. انت متحدث يا شيخ. بالنسبه لو في لو في اهتمام، لو في اهتمام خدمي فينا في التعليم والكلام ده اكيد هيبقى في نماذج اكتر واكتر طبعا. يعني نحكي على الميه يا عمي، ما نشربوا ميه من السرعه، ما انا هجيب لما ذكرناها ذكرناها احنا مقدمين طلب الميه، انا هيقول توصي عليه حضرتك. تمام، احنا كلنا ماضيين عليه هنا يا شيخ. انت من اول ما تنزل من الشارع بيوت الحجارات ما في ولا بيت فيه ميه ولا فيه نت، ما في. اما نشرب ميه ارتوازي وعيننا كلها مرض بقت، مع ان القريه نموذجيه. كادت سكان القريه كام؟ حوالي 42 الف. زعلان انت من ده بده يكفيك، يعني يكفيك تاخذ الثواب والاجر العظيم انك بتنقل مشاكل البلاد الى المسؤولين. مش عاوز برضه بالنسبه للطيارات والاسلاك العاليه يعني برضه ماشي فوق البيوت، يعني الضغط العالي في قبل كده عيل صوروا العالي السكن هنا اللي قاعد جنبك في بالنسبه للضغط العالي بيمر على البيوت. وقع قبل كده الضغط العالي ده موت ناس، ماتت بالفعل يعني. ايوه مدرسه ولا لا؟ مدرسه بتقرا. ايوه ايوه، هي ما يعرف يقرا عشان ابوه، اما يعرف ابوه متعلم اكيد اكيد. بس احنا عيالنا كلها والله ما تعرف تقرا. لا وعيالكم حلوين ما شاء الله، قسما بالله عيالنا في الاعدادي. لا والله وعيالكم حلوين ان شاء الله، قسما بالله ما يعرفوا يقرسوا. لا ان شاء الله عيالكم حلوين. ما في فين المدرسين؟ بالنسبه للمستشفى، المستشفى تحت البلد طبعا. المستشفى تحت البلد هنا ايه برضه بتعاني حاجات كتير، يعني من ضمن يا استاذ بهاء يا شيخ مصراوي، لا مؤاخذه، لبن الاطفال، لبن الاطفال اللي هو الرضع، المفروض هنا في الوحده عندنا وحده صحيه المفروض فيها الكلام دي. الناس بتروح تجيب من الجنوين، بتروح تجيب من القريه، بتروح تجيب حوالي 10 كيلو
وتقعد 10 كيلو من الجنوبيه بنروح نجيب ايه؟ بنجيب من هناك ولا من الاطفال برضه من ضمن المشاكل. الراجل ده احنا من اول ما نزل من الشارع واحنا نسمع الصوت ما خلناش حاجه. هو خلاص هو ندر الصوره. احنا نحكي على الجماعه. احنا بنتمنى ان الله عز وجل يكون الرساله وصلت يعني للمسؤولين. نتمنى ان يسلمكم الثواب وهجر. الله يبارك في اصلك. الله يحفظك. بتنقل مشاكل البلاد. الله يحفظك. لا فضل عند الله عز وجل كبير. الله يحفظك. كلم لم يكن لك حاسد. انت فاشل. انا خلاص. لا عادي عادي مستقبل. انا عايزك تعرف الناس اللي خايفه تخش الحجارات. لا يا راجل. لا لا بالنسبه لل يا جماعه الخير. اخوان بالنسبه بالنسبه للبنات كثرت الممعوش يدفع لازم يا 70 يا 100,000 الجمهور حلوان. الراجل ده النقطة الراجل ده النقطة كويسة. بيقول في ناس خايفة تنزل قرية الحجارة. ليه طيب؟ هو بيقول فبيقول وضحوا للناس. أنا عن نفسي التاكسي قعدت ساعة عشان أوقف تاكسي يجيبني الحجيرات. هي سمعة طلعت عندنا بقى. فما احنا برضو عايزين نوضح. تفضل. صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. أنت موجود في الحالية. في الحجيرات. اللي أنت شايفه. الناس الحلوة والجميلة بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. نورت الدنيا. نجي إجبارة. نجي إجبارة. بالظبط. اللي خايف من الحجارات. كل النجوع آمنة والله كل النجوع آمنة وثق تماما والله العظيم لو كان حتى فيه مشكلة بين ود عمي لو مشكلة بين كبير من الحجارات ونجوك جاي انت قضيب ممكن المشكلة توقف احتراما للضيف اللي جاي فدي يا شيخ يعني دي سمعة نرجو من الله عز وجل انها تتغير. قرية الحجارات آمنة. قرية الحجارات تذكر من غريب. قرية الحجارات تذكر من غريب. جميع العائلات بدون استثناء كلهم بيتفوق وبيتنافسوا في احترام الضيف واحترام الغريب. بيمشي عليك. لا ده انا عايز ابوس دماغه بتوع الخارج دول. ربنا يبارك لهم والله. اللي في الكويت. اللي في الكويت واللي في السعوديه وفي اي دوله خارج مصر ربنا يبارك لهم. ها؟ لا انا ليه يا شيخنا في مغالاه في الجواز؟ انا اتذكر الله. يلا في مكان ثاني. في مكان. هنروح كده الحجارات بقيت. في مغالاه في الزواج بالنسبه هي على حسب يعني على حسب. لكن في ناس مع بعضيها. حسن. يعني في تفاهم ما بين بعض. لكن افرض انا رجل معاي وعاوز ادفع ما في مشكله. لما ما فيش مهر معين اقدر اقول له على حسب على حسب يا شيخ. اللي بعزك عم بقى ثواني يا شباب ثواني يا شباب بعزك عم الحاج حبيبي صوره غير يا شباب وانا عم بقى الصوره عم بقى. لا مش مشكله. يلا يا شباب يا شباب والله ما ينفع كده الكلام ده في الكلمات يا عم بعدين صوره عم انا بص بحال عندي يا جماعه يا شباب شرف لينا يا عم الراي هنا لسه ما اتكلمش على دماغك. خد بعد اذنك بعد اذنك يا عم خليك كلام حاج عبد الناصر. اتفضل يا حاج عبد الناصر. اتفضل اتفضل اول عايز اتفضل. احنا بينه وبين ما فيش حوالي علي صوتك بس عشان الصوت ما فيش حوالي كيلو. ما فيش دخل في البلد الاهالي يعني ما فيش دخل في البلد لا مصنع ولا 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 مدارس الناس ولا في يعني الناس تشتري منين ميه؟ بنشتري جيركن بجنيه. بنشتري جيركن الميه بجنيه. صحيح. طريق حتى الطرق بيرموا فيها زباله، والله ما في حد يرمي في مطرح فيه زباله، حتى ما في مطرح الناس تشتري زباله. الطرق وانت ماشي كده الناس بيرمي فيها الزباله، ما فيش عربيه تعرف تعدي في الطريق. ما يعني الناس تجيب منين طابله تشتري فيها ميه؟ تجيب منين؟ ما فيش توظيف يا عمده، ما فيش توظيف عندنا هنا الناس شغاله اعمال حره. الميه بجنيه. جيركن يعني كفي كان جيركن عشان يغسل هدوم الواحد. وفينا ما قدرتش تجيب محدودية الداخل. ايوه طبعا. وثانيا يا عمدي يعني انت شايف وضع البلد داخلي ما فيش نهائي خالص. مستشفيات المستشفى ما فيش حتى والله حتى حقنه ما فيها. من واحد تعب بالليل لازم تروح جنة بس النص عشان تروح جنة كمان. طب يعني حتى ما فيش دخل عشان الناس تروح جنة وتروح مصر وتروح هنا. صحيح. عشان تضرب ابره ب 20 30 جنيه تاخد عربيه ب 250 300 جنيه. تمام. اقل حاجه. طب دقيقه عند بقى هنصور معاك. انا ابص فين بس دقيقه اخوانا بس ابص فين. طيب انت دقيقه بس هو دقيقه يا جماعه دقيقه حبيبي.
بعد اذنك عم تخاف ربنا يبارك لك حبيبي يا خالد. انا شرفت ان انا جيت الحجيرات شرفنا عاوزه باي جميله دي بسم الله ما شاء الله يا خالد. ربنا يبارك ده شرف لي يا خالد. سلم عليك وتابعك نور الرحله ده شرف لي والله. منين يا خالد الحجيرات نجعيه ايه؟ بسم الله ما شاء الله عليك ربنا يبارك لك ده شرف لي انا والله. ان شاء الله كم رحلتك على خير على الله على الله تكرم يا اصيل. ربنا يبارك لك متشكرين يا خالد تسلم. شرفتنا بيك شرف لي يا خال والله. الله منور بناس بسم الله ما شاء الله عليكم ربنا يبارك لك. نورتنا عند والله تسلم يا خال. يا عمدي يا خال يا عمدي بالنسبة للتعليم تفضل. المدارس معدومة خالص والله. العيل يكون في سنة ثالثة بعد إذن الناس والله ما معرفة أفضل التعليم يا عمدي ماشي. التعليم في قرية جماعة معدوم نظام في المدارس ما فيش. نرجع توصيل شكرا للاهتمام بالامن. تمام الاهتمام بالامن الامن والصحه. طالما امن في الامن والصحه البلد دي تبقى بسم الله ما شاء الله. الامن والصحه اهم استفاده البلد. الغلابه برضه ما شاء الله. شرف لي يا خالد تسلم. العصايه معاك. العصايه مع الحاج حمو تبارك الله. تفضل شوف المحاوله. شوف المحاوله على حاج حمو. كهرباء ما لا ما احنا خلاص وصلنا الرساله. صوروا لهم شوف المنظر بتاعهم قديه بالضبط. بس بس يا سيلفي يا استاذ بهاء يا ابوي صوركم يا صور الله اللي ورا منه. الله عند بهاء بس يا هاي هاي احول ليه وهو زي ما اي واحد هيقول ايه اغلط فيه وجلس يا رمى عدنا خايف على غرض انت. حاضر لحظه يا شباب يا شباب بس يا غالي بس بس يا محاول داش يا بهاء. بص يا عم محاول شوف تحت العالي زي ده شوف المحاول ده شوف شوف المحاول عم يعمل تعالى قدام. معلش يا عمدي عمدي معلش بص المحاول بص المحاول ها صاير دمين. يلا يا صابر يبدا يروح للمول. يلا يا صابر يرد مين دي ولا يرد مين ده عمدي ولا يرد مين الله يبارك فاصل. الله شرفتنا عمدة بها. يبارك فاصل. دقيقة واحدة صورة بعد اذنك. دقيقة صورة. اول عمد بقى بصورون عاد لما صور انا بصورك انا اللي بصور قد العام. نورت الحجرات محافظ القني قرية الحجرات شرفت بيك واهلا وسهلا الحمد لله على السلامه. انا اللي شرفت معك اخوك محمد محمود عبد الله من محافظ القني قرية الحجرات. يا مرحبا اهلا وسهلا. يا مرحبا صورك. مرحبا صور عمد صور عمد انا والراجع هو قاعد مع السيجاره. تمام شغال فيديو يا اولاد. خلاص شباب خلاص الرقم عدم تجاوز. خلاص يا جماعه شباب تفضل يا شباب تفضل بعد اذنك بس نوصل معانا البيت عشان نتعشى مع بعض. لا بارك يا اصلا هم. اسمع مني انا معاك. اسمعني والله ما ينفع. اسمعني مشواري طويل وانت عارف مشوارك طويل. الله يبارك لك ساعدني بارك الله فيك. تسلم والله ما هتنفع الكلام ده تمشي على كده. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا خالد. ماشي نركب بس العربيه فين يا عم. انا استاذن من رحله يا شيخ. انا استاذن يا جماعه يا جماعه. الواجب مش الواجب مش بالوكل يا جماعه. الواجب 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 مش بالوكل يا جماعه. الحجرات يا خال يا خال ما مش همشي غير لما اتعشى في الحجرات. تقلقش هات افهمني مش همشي غير لما اتعشى في الحجرات. خلاص السلام عليكم يا عمدي. لا ما يعيش كده ابو عمو. لا الراجل هيتعشى عندي.
فهمني؟ ان شاء الله ان شاء الله. اسمعني اسمعني عم بهاء. يلا يلا. ما ينفعش يمشي من غير ما يتعشى. لا مش هتعشى. ما ينفعش. ماشي. والله ما ينفعش. ماشي يا خالد هتعشى. انت بحق عندك انت. هتعشى هنتعشى. هنتعشى حبيبي. اقفل الباب. اوعى يا عوي يا استاذ. اوعى. يلا. عرفت يا عم بهاء. اوعى يا هلا. يلا. يلا. اقفل الباب. بس عدونا من الشباب. هنستنوك للعشاء. ان شاء الله. بامان. ان شاء الله. حق عندك يا بحق عندك يا عمو. يا عمو على حق ولا باق. شرفت يا عمدي حبيبي يا خال حبيبي ربنا يبارك في وسطك سلام 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 يا خال سلام يا رجال مع السلامة يا عمدتي مع السلامة سلام يا رجال سلام سلام يا عمدي وحشنا والله سلام سلام يا عمدي لما هلك لما هلك لما هلك عارف ان المطبع بس يا ارجع يا راجل خلينا نطلع من العيال جر القور العربيه في داجر الرحوار ده انا جاي اللي احنا طالعين منه احنا طالعين من القرير من الجبرات من الجبرات ايوه طالعين من نجع جبارة من قلب الحجرات من نجع جبارة ايوه بسم الله ما شاء الله السلام عليكم مرحبا يا خال تكرم بارك الله فيك تسلم يا اصيل لا كلها ناس بسيطه هنا وناس جميله يا عمي وعايزة... تحت خط الفقر ما عايزينش غير بس نظره من الناس نظره من مسؤولين نظره من مشاهير دول اهلنا وناسنا في كل مكان يعني بسم الله ما شاء الله عليهم ناس طيبه وناس على الفطره دي الافراح هنا صح فرح ده فرح افراح نجل افراح قريه الحجيرات افراح قريه الحجيرات بسم الله ما شاء الله نصوروا لا ما تقلقش من حاجة تقلقش من حاجة مرحب بالشباب مرحب يا عسل وش يلا ارجع يا عاد خلي بالك بس مطب مطبات فظيعه والله انا اول مره اخش قريتنا على فكره مرحب يا عسل اسمك ايه لا مش انت اسمك ايه عبد الرحمن يا مرحبا سلام بس خليك خلاص يا عبد مرحبا يا خال مرحبا يا خال تسلم بارك الله فيك الناس كلها جميله هنا بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك كله عايز يوقف ان الله ناس بس اعمل ايه طيب ما انا ظروفي ظروف ما تسمحش يعني هذا القريه شوف كلها ناس ما حدش يشوف حد ايوه السلام عليكم اهم حاجه هنا الناس محتاجه الميه شو أكتر؟ هي المية هي المية لولو المية الناس تموت المية بس اللي محتاجين هنا يعني ربنا قاعد المية كل شيء حي سلام عليكم بس أنا مدتكش عند العمدة محمد اسماعيل لا ما خلاص احنا كده تعرفنا وقعدنا مع الناس
فساعدونا ان انا اوصل قنا عشان في لسه قاعده ثاني معي لسه قاعده ثاني معي في قنا. الله يبارك في على دماغي. لا بس العمده لازم تروح له على دماغي. انا بص بدايه رحلتي لنهايتها لا اروح ولا بروح لاعضاء مجلس نواب ولا العمد. انا ما بروحش غير للناس اللي زي حالاتي. الله يبارك لك. فانت كده خلاص احنا كده قدرنا نوجد مع ناسنا وتعرفنا عليهم وعرفنا اهم المشاكل اللي عنديهم. فيبقى بارك الله فيك لو طلعتنا على المدخل بس. ربنا ربنا يبارك في اصلك تكرم يا اصيل. ربنا يحفظك ربنا يحفظك يا رب. يا مرحبا العسل يا مرحبا مرحبا عسل. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. تسلم 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 يا غالي. خش بقى عشان حد يسلم معايا ده. ناس طيبة ناس بسيطة. ايه يا عسل معلش مش عارف الطريق من هنا باين. اه يا غالي الطريق ازاي نطلع ازاي على الطريق الرئيسي؟ اطلع على الطريق الرئيسي تطلع كده على طول على طول. من هنا ولا من هنا؟ الطريق ده على طول. الطريق ده على طول ماشي يا غالي. تسلم اوعى يا عاد العربيه. ها تسلم. ما انت جيت مش عارف اللي. انا اول عديت عليها مره واحده دي مره في الليل. ايوه عدى على طول. ايوه عشان على طول كده على طول عشان النقطه في الطريق يعني عشان النقطه عند النقطه اخش شمال. ايوه ماشي يا حبيبي بعد كده تطلع على طول. تسلم يا عسل. اسمك ايه انت؟ عبد الرحمن. في سنة كام عبد الرحمن؟ ربنا يوفقك يا حبيبي. تسلم. أولى إيه؟ أولى ابتدائي. أولى ابتدائي؟ بسم الله ما شاء الله عليك. بسم الله ما شاء الله. وأنت يا عسل؟ بس. اسمك إيه يا عسل؟ صورنا يا معلم صورنا. اسمك إيه يا عسل؟ أمين. بس سيبوا العربية ابعدوا على العربية وأنا. طب خلاص ابعدوا على العربية بس ابعدوا على العربية وانا اصوركم. ابعدوا على العربية. ها بصورك كده. ابعد ورا بس ابعد ورا انا بصورك. ها صورني يا معلم صورني يا معلم. ما صورك عشان حريم بس خلاص بقى خلاص كفاية. ها صورتكم خلاص يا شباب. ماشي 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 بس لا تعال العربية شوف المحل في الشباب. مرحبا يا غالي عامل ايه؟ تسلم اصيل الله يبارك لك. اخش من هنا شمال؟ اخش كده على طول. النقطة هي على شمالك. مرحبا يا خال عامل ايه اخبارك؟ تفضل تسلم. تمام والله يا غالي. منورنا والله يا عمي. والله منور الناس. منور بيكم والله. تمام والله. نطلع نطلع على الشارع الرئيسي ازاي؟ لا 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 ما هو بس عشان كان تايه. خش تعرف كده عرفت بس لا لا في المدخل المنظر. ماشي ماشي يا شباب خلاص صورتكم هو بس عشان العربية تعوركش. ماشي يا رجالة نورك يا خال. تسلم بارك الله فيك. بارك الله فيك يا خال. تكرم يا عصير ربنا يبارك لك. تسلم يا عصير مرحب بيك يا خال. منوره بيك يا عسل. والله ما تحيرت من اول الاخير. الله منوره بيكم يا عسل. مرحبا يا غالي. خلاص حبيبي بنورك يا حبيبي. والله نورت الحجره. نورك يا غالي. انا عايز اسمع العلاق ما افتر. هاي حاط حاط. الناس كلها هنا مش عايزة تسيبك. دي قرية الحجيرات ودي ناسها. فيش واحد قابلنا اما عايزك تنزل عنده حتى ما يعرفش ان انت مثلا شربت الشاي هنا او انت كلت هنا. لا هو عايز يقدم واجب الضيافة وخلاص. ربنا يبارك في الناس. بسم الله ما شاء الله عليهم. اتفضل يا عبدالله. تسلم يا عصيل تسلم يا عصيل تسلم يا عصيل الله يبارك لك. السلام
منور يا عمده. منور يا انت اللي عمده. عبتك مع محمد النهارده؟ لا يا باشا معلش سامحني. لا يا عم ده احنا وعربيتك اتخبطت وترزعت. لا يا عم ولا يهمك دعكنا لك. الله يبارك في اصلك. تسلم يا عصير والله. لا يا راجل يا طيب. ربنا يبارك في اصلك يا رب. العربيه وصاحب العربيه فداك يا غالي. ربنا يبارك في اصلك يا خال. تسلم يا عم ده بها. مرحبا يا خال. الحمد لله صل على النبي. الله يحفظك يا خال. والله منور بيكم. والله منور بيك يا باشا. الله يحفظك يا رب. تمام والله. يا اخو حسين مرحبا يا غالي. الله يخليك يا حسين. يا اخبارك؟ تمام والله يا خالد زي الفل والله. تسلم يا عصير. بارك الله فيك. الله يتشرفنا بيكم يا غالي. تسلم. منورين يا رجاله. والله زي الفل يا غالي حبيبي. زي ما يخلص البطاريه بتاعت التليفون تخلص عندك ولا عندك شاحن؟ معاي شاحن. حطه هنا على العربيه. الله يبارك لك. معاي معاي باور بانك. صح وفي بطاريه اللي ما تشحن فيها. السلام عليكم. مرحبا يا خال. تكرم يا خال. بارك الله فيك يا خال. تسلم. تسلم يا خال. تسلم. تسلم يا خال. بارك الله فيك. عارف انا من وراي مشوار. الله يبارك لك. تسلم. مرحبا يا عسل. يا مرحبا يا رجاله. دي نجحت معنا. نجحت معنا. راشد بس معي ان شاء الله. يعني تروح فين في قنا؟ قنا المحافظة. تسلم يا خال على دماغي والله. على دماغي يا خال. بس انا معاي دلوقتي مشوار على قنا. الله يبارك في اصلك. سامحني يا خال. سامحني. على دماغي والله. على دماغي. مرحبا. ايه لا ده انا ماشي رايح قنا عشان معي مشوار هناك دلوقتي. لا ده ماشي على طول يا خال. ماشي يا عم. بارك الله فيكم. متشكرين على الاستقبال والله. تسلم. قاعد فين حتى في قنا يا خال؟ فين حتى قاعد في قنا المحافظة نفسها. انا ساعدنا قصاد المحافظة من الناحية الثانية. مرحبا رجالة. مرحبا رجالة. ده انت طلعت عيني لما قابلتني. ده انت ضربت الحمارة لما شقيتها. لا ده ضربها الحمارة. ده عذبنا. ده الله عذبنا. عذبنا ده. تسلم يا اصيل. تسلم. دي نجحت معنا. شوف يا عمدي ده كله من الكوبري ديت وانت ماشي كله ما في ميه ولا في خدمات نت. ده كله لا خدمات نت ولا في ميه. بس المية داخل البلد جوا. بنورك يا خال. الله يحفظك يا رب. تسلم. الله يحفظك يا رب. كله ما فيش مية. شفت كله صرف صحي ديت عامل. لا ما فيش مية ولا في صرف صحي ولا ما في مشروع حياة كريمة في كل القرى. ما فيش يا عمي ولا حياة كريمة ولا حياة ما كريماش. ما فيش كله ديتك. ما في نت. تسلم يا خال. ده كله ما في نت. شوف من هنا ورايح كله ما في نت ولا في مية. حتى مية حلوة ما في. مركز قوي على النت انت. ما الله اكبر. انا راجل قاعد في الكويت. يعني انا عم اتواصل مع عيالي عن طريق النت. ما في نت. اشحن التليفون ب 150 جنيه مشان يكمل اسبوع ويخلص. يعني حرام.
وبعدين انا خدمه النت دي مش انا مواطن. تسلم يا اصيل، تسلم بارك الله فيك. يعني انا مواطن ومن حقي تجيني خدمه نت صح؟ مزبوط. بس دي العربيه اللي هتزف العريس يا عم، هذه احدث موديل هي. ايوه اي الناس جايبينها اجره اجره يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا يا خال. يا مرحبا يا خال. تيجي الحوض عنديني؟ الله يبارك في اصلك. عشيك؟ لا انا متعشى ولسه متغدى. يا عم عشيك الله يرضى عليك. انت بس نزلنا على الجسر عشان اركب عربيه. ما ينفعش عشيك يا ابن الحلال. الله يبارك لك. تسلم يا عصير، ربنا يبارك لك. ها؟ تسلم يا خال، بارك الله. هيا يا شباب اتحلقوا على العمده هنا ولا ايه؟ لا ما الله يبارك في اصلكم. عشان الناس هتلم علي. لا هنيتي مطرح مكان. ما انا عارف هتلم علي. لا لا صورنا هنيتي وصور المطرح. مرحبا يا خال، عندي اخبار. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله يسلمك يا رب. الحمد لله تمام. الله يحفظك، اسمك كريم. حسن. يا مرحبا بك يا عم حسن. يا عمدي. مرحبا يا خال. اخبارك؟ الله يحفظك، الله يخليك. يا خال اديني صورت المنظر بس عشان الناس هتيجي من ورا. السلام عليكم. معلش يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم. متشكرين يا شباب، تكرموا. تسلم يا رجاله. مشواري طويل اصلك. ربنا يسهل لك المشوار ان شاء الله ويسهل طريقك يا رب. الله يبارك فيك. تكرم يا خال. وفي ميزان حسناتك يعني. الله يحفظك. عفوا يا شباب. شوف يا عمدي ده كله ما في ميه حلوه، ما عندنا ميه حلوه. انا ده كله كلهم ما يشرب من من الميه الطرمب الارتوازي الجوفيه. ايه كلها كلها دقه طرمبات. ميه معين كل. وانت عارف الميه المعين كمان لو الفلاتر ما تشرب. الفلتر لما يجيبوه ب 4000 مش ما يقعد كم يوم ويخلص ويخرب. مرحبا الشباب. مرحبا يا غالي. عامليه؟ معلش مشواري طويل والله. تسلموا بارك الله فيكم. تسلموا. تسلم يا غالي. عاديكم شايفين الناس كلها هنا بتوقفك، ما فيش حد عايزك تمشي. دي ناس قرية الحجيرات اللي اغلب القرى او اغلب الناس بتقول لك بلاش تخش الحجارات، كلها مشاكل مشاكل. المشاكل دي ما بين الناس وما بين بينهم وبين بعضهم بنفسيهم. بس الضيف ملوش علاقه بالمشاكل دي. الضيف اول ما بيخش القريه بيستقبلوه وبيشيلوه فوق دماغهم. فيا ريت ما تحكموش على الناس غير لما تشوفوهم، لما تنزل وتتعرف عليهم بنفسك. ما تاخدش الفكره من كلام الناس، كلام الناس دايما بيكون غير الحقيقه خالص. حضرتك هذه القريه اخر القريه. هذه اللي يفضل تحت الحجارات. تسلم. هذه اللي يفضل. بارك الله فيك. معلش تعبتك معايا يا خال. بارك يا الله سلام. فيك. تسلم. تسلم يا اصيل. هذه المرشح هنا، هذا حته المرشح اللي عاملين. تسلم. انا اوريه لك برضه. تسلم يا خال. عشان تصوره. بارك الله فيك. لا نزلنا هنا زي ما انا. لا لا انا اوديك. تسلم. بارك الله فيك. تسلم يا اصيل. تسلم يا اصيل. بارك الله فيك. ما ينفعش. نزلنا انا اركب اي مواصله من هنا. يا رجل طيب ما ينفعش. هذا المرشح بتاعنا. ده مرشح ايه؟ هذا مرشح الحجرات دي. اما يسحب من الترعه ويودي جوا. يعني المطور دي اما يودي داخل وداخل المرشح يكرر الميه. بس الميه زي ما تطلع من هنا زي ما تروح للناس. ما في تكرير ولا حزنوه كلام كده. تحكي على الدقون. تحكي على الدقون بس. اكثر البلد اما تشرب ميه من الجراكن يجي لك ب 4 جنيه اما يشتروه. معلش انا عايزك. ما رحتش الغوصه يا عمده؟ الغوصه دي فين يا خال؟ في الغوصه هنا. لا اشرف الغوصه. عدينا عليهم بالنهار يا خال. عديت النهارده؟ عديت بالليل. عدى امبارح. اي مطب نزلنا عنده. زي ما قلت لك. تسلم بارك الله فيك. لا ما ينفعش. ما تهرجش. لا ما تهرجش في الكلام. لا الله يحفظك. احنا الغوصه ديت. الله يحفظك. احسن ناس في المدوره كلها. الله يبارك في اصلك يا خال. اشرف الغوصه. الله يحفظك. اشوف بقى لينا بقى بتنفع على البلد. انت ساكن في القاهره مالكم مال الغوصه دول كيتي؟ حتى الهندسيه تبعنا حتى اللهجه بتاعته قهراوي. ايوه انا من القاهره. انا ساكن في الزيتون وحاره جنود انا نمره واحد محمود الدين. متفرع من شارع الجواهر دي
وليه كنت ابيع ناقلة الرمل ب 40 قرش. الو هذه البوابة بتاعتنا بص. انا بالغالي اشرف الغوص. اي عامل انت؟ واحسن بلد هنا في المدورات يعني. اوديك هني. اي مكان الغوصة اي واحد عليك ما لقي تاكسي من هوارة ولا من اي حد يوصل الغوصة كنه وصل بيتهم. ابوك مات جاي. اي واحد يجي ضيف من العزب من اي حتة من ابو دياب شرق ابو دياب غرب اكنه جاء في الغوصة اكنه وصل بيته. لا لا. لان احنا احسن بلد على مستوى الناس هنا في الجيران والرجيراننا كويسة محترمنا هوارة الحجرات اولاد عامر جميعا ابو دياب شرق ابو دياب غرب العزب دي الشوخات يا شيخ كل جميع اللي ايه دي الشوخات الدائرة محترمانة دي الشوخات اللي بعدها القنوية كانت الاول البطاطا حق محمد دي الشوخات بطاطا جوا يا ابو مناك يا حاج ما تلحقش الشارع بطاطا داخل مناك دي الشوخات مدخل الشوخات مدخل البطاطا سيبناه جار مدخل القوصة بين بين الترعة ايوه من لما يقول لك عايش في الخليج ديت لما يتكلم كان اللهجة اصلا كذا حد علق قال لك الحاج محمد كان عايش في الخليج اكيد لا انا عايش في الخليج انا لي 24 سنة في الكويت بصراحة انا عايش في الخليج الله يخلي الخليج ويخلي الكويت بصراحة ويدوم عز الكويت إن شاء الله دوم أمين والله الله يدوم عز الكويت معاملتهم حلوة مع المصريين والله معاملتهم مية مية وناس محترمين وكل واحد رجل محترم أما يفرض احترامه على أي حد أنا صراحة لي 24 سنة في الكويت لله الحمد ما دخلتش مخفض عشان في مثل قال يا غريب كن أديب الانسان اللي يكون اديب كل الناس ما تحترمه يعني كل الناس ما تحترمه بصراحه يعني فانا راجل الحمد لله يعني ما الناس تحترمني ودي القنويه ناس محترمين وناس ناس عز ويكفي انه بدي لك حقك يعني اقول فيهم ناس زنين يعني مش سيبك من الكلام اللي لما يتقال ده الناس اللي لما تحكي بيها وتقول الكويتين مش الكويتين زي ما في الكويت في ناس وحشي في مصر الكان, الكان 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 في واحد وحش في الكويت في 15 في مصر يعني ما تاخدش على الكلام ناس محترمين واخر احترام ويكفي الناس يعني انت هناك راجل طالما اقامتك صالحه وماشي سليم ناس ما يشيلوك فوق الراس عمره ما حد ما يغلط في حد لما يجيب الغلط الشخص نفسه انا راجل بصراحه عز الكويت اقول يا يعني الكويت فضله على اي واحد على اي واحد فضله واللي كان خير ابن حرام يا عمي لما دخل القنويه يا عمي لما دخل القنويه دي عديت عليه ايوه دي القنويه دي الفقرة برضه على اليمين تبع الحجرة تبع قنوية دي الفقرة المغاربة على الشمال تبع القنوية برضه انت شغال في الكويت؟ ولا السوق؟ انا شغال في العقار العقار مقاول يعني هناك ولا؟ لا والله انا يعني كذا اخذ عماير وباجرها يعني لحسابي ومعي شركات وكذا يا شيخ ولا السنة انت مقرك فين في قنا حاليا؟ انا عند الشيخ عبد الرحيم قنا وحمارتك فين؟ هناك برضه هناك ها؟ زين انت دلوقتي اخر مرحلتك ايه؟
اخر اخر محطتك فين؟ اي اسوان ان شاء الله. اسوان ان شاء الله. ان شاء الله. دلوقتي اليوم تطلع ولا تبيت هنا في قنا؟ لا 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 طالع طالع من بالليل. لا انا لي 3 ايام في قنا والله. 3 ايام في قنا ان شاء الله. الله يسهل طريقه. وهي فكره جديده يعني. فكره جديده جدا يعني. سيجاري انت ولا لا؟ لا 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 ولا سيجاري هو. لا 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 ولا انت. دي المخادم بلد البترول. والله المخادم ناس صراحة يعني ناس محترمين جدا. دي الشيخ عيسى جنبها الجلفية. هكفل البث المباشر ده على الشمور. انا هكفل البث المباشر ده شباب رايح محافظة قنا. هناخد ونيسة ان شاء الله ونتحرك على طول على مركز قفط. ربنا يسهل الحال ونقدر نوصل مركز قفط كده. من لو قدرنا نوصل الصبح يبقى زين. فانا هكفل معاكم البث المباشر. زي ما قلنا احنا وعدنا نخش الحجيرات وحلفنا ان احنا نخش الحجيرات ودخلناها وتعرفنا على الناس الجميلة اللي فيها. نتمنى ان صوت الناس دي يوصل للمسؤولين. الناس دي ابسط حقوقها في المية اللي هي تشرب مية نظيفة. دي اقل حاجة طلبوها قرية الحجيرات. يعني ما طلبوش طريقة. الطلب ده ممكن ينفذه نائب. نائب يكسب محبة الناس ويكسب اهل القرية بحاجة بسيطة زي دي. يعني مية مية دي اقل يعني اقل مطالبهم. المية ان هم يشربوا مية نظيفة. نتمنى انا متأكد ان في حد من المسؤولين بيتابع البثات عندي اكيد. ده شيء اساسي. اتمنى ان صوت الناس دي يوصل. اتمنى الناس دي برضو اغلب الناس انا جاتني رسائل من ناس في الحجيرات نفسها الطار ده ينتهي. ونفسها بس ان في حد يمد يد العون ليهم ويبدأ يتدخل ما بين العائلات ويصلح ما بينهم. انا في الاول والاخر بهاء العمده شاب صغير ما لا يفهم في الصلح ولا هو كد حاجه زي الطار دي. موضوع كبير ما يعني ما ينفعش حد يتدخل فيه غير الناس الكبيره اللي زي شيخ الازهر. اتمنى ان الشيخ احمد الطيب ينظر لقريه ابو حزام وحمردوم الصمطه. انا في ناس تواصلت بيه من نجع الخطاطبة في قرية الصمطة بالطالب ان حد يتدخل يصلح ما بين الناس. الناس زهقت بتقول لك عايزين نربي اولادنا ونفرح بيهم ويكبروا ويتجوزوا ويعيشوا حياة ادمية. مش عايزين يربوا اولادهم وبعد كده يتقتلوا. الناس دي كلها يعني خلاص بيقول لك اتهدينا. حيلنا تهدم ان كل شوية نربي ولد ويتقتل. فالناس دي نفسها ان تعيش في امان وسلام. بس حابه يعني نفسها ان حد مسؤول كبير هو اللي يتدخل يوفق ما بين الناس وبين بعضيهم. يعني لو في مندوب من رئاسه الجمهوريه. وانا اتمنى ان شيخ الازهر نفسه الدكتور احمد الطيب هو اللي يتدخل. يا دكتور احمد الطيب شيخ الازهر بسم الله ما شاء الله. والله لو دخلت الاربع قرى اللي قلت عليهم مركز ساحل سليم اسيوط برضو نفس القصه. المراكز دي او القرى دي محتاجه حد يبص ينظر ليها بنظره الرحمه. يعني شيخ الازهر انا متوقع لو هو دخل الاربع قرى اللي ذكرته ابو حزام وحمردوم والصمطه والحجيرات والله هيطلع من هناك وهو حال الاقل حاجه 5 مشاكل في كل قريه. هقول لك مشكله في كل قريه. الدم ده حاجه كبيره. فيعني اقل حاجه ممكن يعملها شيخ الازهر ان هو زياره يجي يومين بس
للقرى البسيطة دي، قرى أقسم بالله يعني لو أنا من سهايد مركز المنشاة ممكن أقول لك عليها زي مركز المنشاة من 100 سنة ورا، من 100 سنة ورا، معدومة خدمات، معدومة إمكانيات، ناس على الفطرة، ناس بسيطة، كلهم يعني لو عارف أقول لك حياة. لو دخل بهاء هو شاب صغير لسه عامل فكرة جديدة، الناس شايلها فوق دماغهم، ناس فاكرينه بهاء ده يما هنا يما هناك، أما بهاء ده شاب بسيط لا يعرف لا معاه ضابط ولا معاه حتى عسكري يتوسط له، ما بالك بقى شيخ الأزهر نفسه لما يدخل القرى دي ويقول بنمد يد السلام للناس ما بينها وبين بعضيها، كله يسمع له. اقسم بالله شيخ الازهر بالذات بالتحديد الشيخ احمد الطيب بسم الله ما شاء الله يمتلك جماهيريه كبيره جدا هنا في صعيد مصر. حضرتك لو نزلت القيت نظره بس يوم كده قضيته في كل قريه من الاربع قرى اللي ذكرتهم دول هتطلع بحل مشاكل كبيره جدا يعني واتمنى ان صوتي يوصل لشيخ الازهر لان انا بنشده هو، لان الحل ده في ايده هو، في ايد ربنا ثم هو، فهيكون ليك يعني قدر كبير هنا عند الناس بسم الله ما شاء الله. اتمنى الرساله دي تكون وصلت، واتمنى من المسؤولين اقل حاجه، واتمنىها من اعضاء مجلس النواب لان هم المسؤولين عن الكلام ده، ميه شرب نظيفه. قرية الحجرات بيقول لك عايزين ميه بس نشرب ميه، يعني ده اقل حق عنديهم من حقوقهم ان انت توفر لهم ميه نظيفه. اتمنى من احنا داخلين على شهر رمضان بسم الله ما شاء الله شايف جمعيات وبنك مش عارف ايه كله بيقول لك احنا بنطلع عايزين الناس تتبرع لينا عشان اهالينا مش عارف فين وفين. قرية الحجرات دي مش من القرى اللي هي موجوده على الخريطه عشان توفروا لها الميه من يعني الناس. اتمنى موضوع الميه ده لازم يتحل بقى من جمعيه خيريه، يتحل من عضو مجلس نواب، يتحل من غفير، من رئيس، يتحل من ازهر، يتحل من اي مؤسسه. ده ميه شرب. هقفل معاكم البث ده وان شاء الله اول ما اوصل هنا هفتح بث تاني. شكرا لكم.